بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. نمنا امبارح بتفق انا وفايز وسمير ومجموعه العمل واحمد وكل الناس، بنتفق على هاشتاج عايزين نشتغل عليه ابتداء من النهارده. هاشتاج اللي احنا كنا عايزين نشتغل عليه كان اسمه الثالثه على التوالي. نمنا هو ده مع كريم طبعا واحمد ثابت. فنمنا صحينا لقينا الثالثه على التوالي للتاريخ، الثالثه على التوالي للتاريخ متصدر تويتر دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. الميزه في جمهور الاهلي دايما ليه دايما النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني؟ لانه جمهور النادي الاهلي بيعمل اي حاجه بحب، بقلب، من قلبه. يعني الثالثه على التوالي للتاريخ، الثالثه على التوالي للتاريخ ب 101 الف تويته على تويتر. تخيل حضرتك، ده مفيش، ده في كام ساعه يعني. فحب جمهور الاهلي لفريقه، يعني انا دلوقتي مثلا ما ينفعش ان انا اقول يا جماعه تعالوا المدرجات، لانه المدرجات ما بتبقاش مليانه على اخرها والكلام ده كله، ولكن زي ما حضرتك شايف قد ايه المسانده والدعم، قد ايه المسانده والوقوف في ظهر فريقك خلال الفتره اللي جايه. قبل بس ما ابدا اتكلم على الثالثه على التوالي للتاريخ ونبتدي في الدعم والمسانده، لانه ابتداء من اليوم الحقيقه وابتداء من اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي، هيبقى فقط الايام القادمه لدعم فريق النادي الاهلي. ماليش دعوه باي حاجه بتحصل تانيه، ولا هتدخل في اي حاجه بتحصل تانيه. كل اللي هتكلم مع حضراتكم فيه الدعم والمسانده مننا ومن حضراتكم ومن كل الناس، وتعالوا نتفق ان احنا نعمل حاجه حلوه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، او للاعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، علشان يحسوا ان جمهورهم معاهم. الجمهور هيسافر ولا مش هيسافر، الناس كلها، النادي الاهلي بيبذل، بالمناسبه النادي الاهلي ومجلس ادارته بيبذل اقصى جهد، اقصى جهد زي ما حضراتكم شايفين، واقصى مبلغ مالي ممكن ادفعه هدفعه كمجلس اداره عشان حاجه واحده بس، عشان جمهور النادي الاهلي، مش عشان حد تاني، مش عشان اسم حد ولا اي حاجه خالص، ولكن علشان جمهور النادي الاهلي فقط لا غير. مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، الكابتن محمود الخطيب، كل المجموعه اللي موجوده المحترمه اللي موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي، كلهم الحقيقه يبذلوا الغالي والنفيس في حاجه واحده بس، ان احنا ازاي نطلع اكبر عدد من الجمهور من خلال دعم احنا بنعمله كنادي اهلي، احنا بنعمله علشان نقدر ان شاء الله ان شاء الله نطلع اكبر عدد من الجمهور. فرد جمهور النادي الاهلي كان سريع وكان واضح، وعلى تويتر او على كل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الثالثه على توالي للتاريخ، وهي بالفعل، هي بالفعل الثالثه على التوالي للتاريخ. قبل ما اكمل، هو ما ينفعش ان انا لما احسب ضربة جزاء او ضربتين جزاء ما ينفعش احسب الثالثه حتى لو كانت صحيحه؟ ما اعرفش، حتى لو طلعت شفتها؟ ما اعرفش. انا بسال ليه السؤال ده جه في دماغي دلوقتي؟ جه في دماغي دلوقتي لان كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام طلع مع ابراهيم، الكابتن ابراهيم فايق امبارح، وقال عليا الطلاق بالثلاثه، ان انا ما قلت للحكام ان سيد عبد الحفيظ لو اتحرك، كابتن سيد عبد الحفيظ لو اتحرك مدير الكره في النادي الاهلي اطردوه. فانا بسال الكابتن عصام، عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن عصام، ولو اتحسب ضربتين جزاء صحيحتين والثالثه كان من المفترض ان يتم ان هي تحسب وهي صحيحه 100% في اي ماتش، في اي ماتش بتتفرج عليه، فهل ان انا المفروض احسبها ولا ما احسبهاش؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ احسب الكره دي ولا ما احسبهاش؟ والنبي يا كابتن عصام، عشان انت بقيت بتحلف كتير اليومين دول يا كابتن عصام، ما ينفعش الحلفانات اللي حضرتك بتقولها. هو انا ينفع اطلع اقول عليا الطلاق بالثلاثه لان هعمل حلقه حلوه؟ ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني كلام غريب جدا بنسمعه خلال هذه الايام. وكابتن عصام من الواضح ان هو، كل مرة هقول هذا الكلام وكل مرة هأصر إن أنا أقول هذا الكلام، رجل محترم، أنا لما بتكلم معاه بختلف معاه في طريقة إدارته للجنة الحكام، لا أختلف مع كابتن عصام في شخصه لأنه شخص محترم، محدش يقدر يقول غير كده، ولكن أنا بختلف في طريقة إدارته
للجنه الحكام، هو في رئيس لجنه حكام يطلع كل يوم يدافع عن حاجه غلط؟ عمري ما شفتها في حياتي، في حياتي. من والله بقالي 3 4 ايام بحاول اجيب اللي بيحصل في السعوديه والامارات وكل البلاد العربيه، اصدقائنا واشقائنا اللي حوالينا قريبين مننا، عشان ما حدش يقول لك اصل اوروبا مختلفه واللي حصل مع مانشستر سيتي وليفربول ومفيش مش عارف ايه والكلام ده كله. احنا بنشوف على الناس اللي حوالينا حبايبنا واخواتنا واشقائنا وبنتعلم منهم وبيتعلموا مننا وكل حاجه بتمشي في هذا الاطار. ما بشوفش الكلام ده والله خالص خالص. رئيس لجنه الحكام يطلع كل يوم صبح وظهر وبالليل في الراديو وفي التلفزيون وفي كل البرامج او في بعض البرامج يطلع يقول تصريح غلط يخلي كل، حتى لو التصريح صح، مع انه بيبقى معظم التصريحات اللي قالها الكابتن عصام عبد الفتاح خلال الفتره السابقه هي تصريحات تدعو الى الريبه، تدعو الى الريبه من وجهه نظري، انا بتكلم من وجهه نظري انا، تدعو الى الريبه. يقول لك اه في حاجه اسمها احتواء، طب هتهنى في القانون. ابراهيم الحقيقه امبارح كابتن ابراهيم فايق ساله سؤال رائع، قال له طب هتفين يعني هات لي نص القانون اللي بيقول في حاجه اسمها احتواء، قال له روح القانون. يعني والله بجد يعني حاجه يعني بصراحه تخليني ابقى يعني مش قادر اتكلم والله. اللي ما يعرفش كابتن عصام عبد الفتاح لازم تبقوا حضراتكم عارفين بجد والله، لازم تعرفوا السمات الشخصيه لهذا الرجل، سمات الشخصيه لهذا الرجل، هو رجل محترم جدا ومنضبط وحاسم وحاد وكل حاجه. فانا مستغرب جدا جدا جدا، ما هو ده انا عارف عصام، كابتن عصام عبد الفتاح ده اللي هو الرجل اللي انا بتكلم عنه، رجل المنضبط الكذا الكذا الكذا، وبلاقي تصريحات غريبه جدا جدا لا تليق باسم كابتن عصام اصلا اصلا. يعني انا والله صعب والله، يعني انا بشوفه رجل حكم له تاريخ كبير جدا وكل حاجه وحكم كاس عالم وكل حاجه، ولكن بالمنظر يعني بالتصريحات دي. خلي بال حضرتك انا بنتقد اداء رئيس لجنه الحكام، ماليش دعوه باسمه، لكن لان الناس بتخلط وبيروحوا، لكن انا والله ما في اي شخص، انا بالعكس ما حدش بيتكلم عن هذا الرجل المحترم زي ما انا بتكلم عنه باحترام. لكن يعني يا كابتن عصام كل يعني يا كابتن عصام عبد الفتاح رفقا بتاريخ كابتن عصام عبد الفتاح، والله بجد والله يعني مش كده يا كابتن عصام، مش كده الكلام. التصريحات حضرتك الفترة اللي وقفت فيها عن التصريحات الدنيا كانت، حتى لو في أخطاء وبنطلع نتكلم فيها ما كانتش الدنيا بتبقى بهذا الشكل. ما تسيب الناس يا كابتن، أو حط متحدث أو اعمل أي حاجة تانية يا كابتن غير إن حضرتك تطلع تتكلم تقول الاحتواء. فابراهيم بصراحة زي ما بقول لحضرتك ابراهيم فايق سأله سؤال رائع، قال له طب فين في القانون النص اللي بيقول هذا الكلام؟ قال له ده روح القانون. زي ما قلت لحضراتكم روح الحلقة، روح البدلة، روح ما يا جماعة مش كده. روح الاحتواء يا جماعة، يعني الواحد لما بيجي يقعد وخلاص يا جماعة أقعد مع زملائي في الإعداد يقول يا كابتن إسلام ومش عايزين نتكلم كتير عن كذا علشان إحنا، أقول لهم ماشي وخلاص وآخد قرار إن أنا أفاجأ بحاجة تخليني أبقى طالع. لازم أتكلم عن هذا الأمر، لازم أتكلم عن هذا الأمر. هو أنا ينفع أطلع أقول عليا الطلاق بالتلاتة، أنا عامل حلقة النهاردة مش عارف إيه؟ إيه يا جماعة؟ ما فيش حد بيعمل كده. يعني رفقا يا كابتن عصام يا عبد الفتاح بتاريخ كابتن عصام عبد الفتاح. مش عايزين حاجة، كل اللي إحنا عايزينه أن يكون هناك هدوء. هدوء. عايز تعاقب سيد عبد الحفيظ؟ مفيش في مصر حاجة بتحصل غير أن سيد عبد الحفيظ يتعاقب ويطرد بكارت أحمر. سيد عبد الحفيظ اللي بيطالب إيه؟ بيقول راجل إيه؟ هو أنت يا كابتن بتعمل حساب مين؟ طب يعني لو الكلمة دي غلط ما تطلع له كارت أصفر. لكن كارت أحمر على طول في ثانية كده. اشمعنى سيد عبد الحفيظ؟ وبعدين تاني يوم عليا طب التلاته مش انا وما قلتش والكلام ده مش صحيح. تمام يا كابتن هنصدقك، هقول ايه؟ لكن الكابتن، لكن التحكيم يا كابتن يخليني ما اصدقش حاجه خالص. اداء الحكام في الملعب يخليني ما اصدقش.
وبعدين يعني ما فيش حاجة اسمها مصر اصل بتروح كأس العالم أربع كل أربع سنين مرة ولا كل 100 سنة مرة ولا كل أربع دورات مرة والكلام ده كله. ما احنا بنقول إن عندنا ما بنقول إن احنا عندنا مشاكل فنية وكذا وكذا. وبعدين ما في نفس الوقت على الجانب الآخر ما في بعض الدول عمرها ما راحت كأس العالم وعندها حكام دائمين في كأس العالم. هي رواندا بتروح كأس العالم ولا جامبيا بتروح كأس العالم؟ كابتن بكاري جسامة بكاري جسامة اللي هو يعني بكاري جسامة بيروح كأس العالم. فالحقيقة يا كابتن عصام كلام غير منطقي. أرجوك يا كابتن عصام اهدى شوية اهدى شوية. الفترة اللي حضرتك سكت فيها أنا عارف إن أنت بتطلع تتكلم بالعند فينا، لكن والله يا كابتن عصام أقسم بالله أنا بحبك من قلبي بجد، ولكن أنا بحب عصام عبد الفتاح الشخص وليا انتقادات كبيرة جدا وكثيرة جدا على أداء التحكيم المصري. يعني لما الكابتن عصام في الأول كان بيقول أنا هعمل وأطور وهنعمل وهنخلي وهنسوي كنت ببقى سعيد جدا جدا، لأن أنا عارف إن هذا الرجل يستطيع إن هو يعمل كده. دلوقتي كابتن عصام هذا التاريخ الكبير في التحكيم بيطلع يقول هي مش موجودة في القانون بس موجودة في روح القانون. موجودة مش موجودة في قانون يا إبراهيم لكن موجودة في روح القانون، هو قال كده امبارح. فده يخلينا أبقى حزين جدا 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 على اللي احنا بنسمعه. فيا كابتن عصام رفقا بالدوري العام المصري خلال الفترة القادمة، رفقا الحمد لله ان احنا عندنا لغاية يوم 30 مهمة وطنية، النادي الأهلي بالمناسبة يعني الثالثة على التوالي للتاريخ زي ما جمهور النادي الأهلي بيقول، الثالثة على التوالي للتاريخ. من فضل حضراتكم أقفوا، الكل يقف مع النادي الأهلي في كل شيء، حتى الجمهور اللي بيتكلم على السوشيال ميديا وبيقول الرحلات ومش عارف إيه والكلام ده كله، يا جماعة نوقف كل ده دلوقتي. كل دلوقتي المطلوب هو مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي ومساندة لاعيبة النادي الأهلي، وانا عارف وثقتي كبيره جدا بال101 الف اللي حضراتكم شايفينهم دول. 101 الف 101 الف مش 3 4000 ده في كام ساعه، من ساعه بالظبط الثالثه على التوالي للتاريخ. هو ده الجمهور اللي احنا بنثق فيه، كل جمهور النادي الاهلي انا متاكد. شوف دلوقتي بعد ما نتكلم الكلمتين دول الثالثه على التوالي دي هتروح فين. ف نوقف كل حاجه دلوقتي. مسانده كبيره جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، مساندة كبيرة جدا للنادي الأهلي وفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. اللي يلعب يلعب ونفسنا كل اللعيبة تبقى موجودة، ولكن اللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش. جمهور الأهلي حرك الصخر، جمهور الأهلي غير كل حاجة. كل يوم نعمل حاجة، عايزين نعمل حاجة كل يوم. عايزين نقول لإخواتنا في المغرب إحنا إخواتكم وهنفضل واقفين مع بعض وهنفضل مع بعض في كل حاجة، ولما نروح هناك احنا هنشجع فريقنا وهنشجع وعايزين نكسب الوداد في الوداد جوه ملعب محمد الخامس ومركب محمد الخامس. هو ده اللي احنا عايزينه خلال الفترة اللي جاية، لانه مهم جدا 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 نعرف ايه اللي بيحصل. هناك البعض يحاول، وحضراتكم شفتوا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي امبارح، هناك البعض يحاول ان يدس السم في العسل، يدس السم في العسل. فكل اللي انا بقوله لحضراتكم ان الفتره القادمه فتره لا تحتاج الى اي شيء، خلونا ننظر فقط الى شيء واحد فقط، وهو مسانده ودعم النادي الاهلي بمجلس ادارته بلاعبته بجهازه الفني بكل ما يخص النادي الاهلي. الحقيقة عندي كلام كتير جدا عايز أقوله لحضراتكم، هكمل كلامي ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل أرجع أكمل مع حضراتكم. أنا الحقيقة تعبت والله من كتر ما بتكلم عن التحكيم، ولكن لن أتعب ولن أكل ولن أمل خلال الفترة القادمة ما بعد إن شاء الله يا رب ربنا يكرمنا يوم 30 في نهائي البطولة الأفريقية ونقدر نتكلم براحتنا ونقدر نقول اللي بيحصل ده ظلم كبير جدا 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 لكل الفرق في مصر الحقيقه. لكن خليني انا بما اني في قناه الاهلي بتكلم عن النادي الاهلي، اللي بيحصل ده ظلم كبير جدا جدا. يمكن اكتر نادي بيتعرض للظلم من الحكام هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي.
النادي الاهلي زي ما حضرتك شايف دائما ما يحاول ان يساند وان يفعل كل شيء علشان التحكيم المصري، ولكن بتجد ان رئيس لجنه الحكام بيطلع يتكلم زي ما حضرتك شفت كده. انا مش انا اللي بقول والله، هو اللي بيقول هو اللي بيتكلم، والاخر يعني ما اعرفش. او اتمنى من الكابتن، هو حر طبعا الكابتن عصام يختار ما يريد، اللي عايز يقوله يقوله واللي مش عايز يقوله ما يقولوش، لكن في النهايه وجهه نظري الشخصيه يا كابتن عصام انت تهدى شويه، تركز مع الحكام، لان التحكيم المصري خلال الفتره القادمه عندنا فيه مشاكل كثيره جدا جدا، ولن يسكت احد، ولن يسكت احد على التحكيم. يا راجل ده يعني لما بنلاقي مباراة حلوة بنطلع نقول إن في مباراة حلوة والتحكيم كان رائع والتحكيم كان هايل، وممكن نجيب فيديوهات من دي كتير. فلكن خلينا ندعم النادي الأهلي ونقف ورا النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. النهارده الحقيقة عندي فقرتين مهمين جدا، الفقرتين مهمين قوي قوي قوي. الفقرة الأولانية، البعض خلال الفترة السابقة، والنادي الأهلي خليني أقول لحضراتكم، النادي الأهلي خسر بطولة الدوري العام والكاس في وكاس الكؤوس في كرة اليد، ولكن على الجانب الآخر النادي الأهلي فاز بكاس السوبر اللي ودته لكاس العالم للأندية. سبحان الله سبحان الله. ليه؟ لأن أنت عندك فريق، بالمناسبة من يرى أن فريق النادي الأهلي في كرة اليد فريق ضعيف غلطان، لانه فريق كره اليد في النادي الاهلي يحتاج الى شويه حاجات. ايه هي الحاجات دي والسر كان عند مين؟ وخلال الفتره اللي فاتت الحقيقه كان هناك، انت كسبت بطوله السوبر الافريقي وقدرت تصل الى كاس العالم للانديه. المباراه الثانيه بتلعب واحد من اهم واقوى الفرق في مصر وفي افريقيا، نادي الزمالك. يعني لولا الكره بتاعت سيزر دي كان الدنيا كان ممكن يحصل تعادل، وكنت متفوق اثناء المباراه بالكامل، وبالتالي عندك جيل جديد من اللاعبين اللي تقدر تشتغل عليهم بدايه من السنه دي. جمهور الاهلي يعني عايز السنه الجايه يبقى في تغير واضح في كره اليد والسله، يعني يا رب تفضل زي ما هي بتاخد الخمس بطولات. الطايره خسرنا السنه دي بطولتين مهمين لكن عوضناهم بالبطوله الافريقيه، وبالتالي السنه اللي جايه النادي الاهلي ينظر دائما الى ان هو ياخد كل البطولات. احنا بنلعب رياضه فيها مكسب وخساره، ولكن في النهايه كل هو ده جمهور النادي الاهلي. فعشان كده الفقره اللي جايه هيكون معايا المدرب الاسباني دانيال جوردو، المدير الفني اللي فاز مع النادي الاهلي لكره اليد السوبر على بالسوبر الافريقي، وتاهل لكاس العالم للانديه سوبر جلوب، وهتتلعب ان شاء الله في هذه البطوله في المملكه العربيه السعوديه. هنتكلم معاه في كل التفاصيل واللي حصل في رحله التتويج بالسوبر الافريقي، ايضا كلام مهم جدا جدا عن فريق كره اليد في النادي الاهلي، وموقف دانيال جوردو هيبقى ايه مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بالمناسبه هو الراجل مسافر بكره، ولكن اختص قناه النادي الاهلي ان هو يكون متواجد على شاشتها علشان يقول لنا ايه اللي هيحصل ووجهه نظره في الفتره اللي قعدها مع النادي الاهلي، ويتكلم عن تجربته مع النادي الاهلي. طيب الفقره الثانيه هيكون معانا مين؟ الفقره الثانيه كالعاده كريم سعيد واحمد ثابت، وكلام كتير مهم جدا في فقرتنا التحليليه المعتاده. هنتكلم عن الوداد المغربي، هنبتدي نركز مع حضراتكم الفتره اللي جايه، علشان زي ما قلت لحضراتكم انا مش هبص لاي حاجه، هخلي كل حاجه على جنب، كل حاجه هخليها على جنب، لانه انا هنظر لشيء واحد فقط، الناحيه الفنيه ما بين الاهلي والوداد، وكيفيه دعم ومسانده فريق النادي الاهلي خلال الاربع خمس ايام القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع على المدرب الاسباني دانيال جوردو اللي هيحكي تجربته مع النادي الاهلي، او كيف راى دانيال جوردو تجربته مع النادي الأهلي ووصول النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية، ولكن بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة، المدير الفني الذي تأهل مع فريق كرة اليد لنادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية في التي ستقام في المملكة العربية السعودية سوبر جلوب، مستر دانيال جوردو.
ازيك يا مستر دانيال؟ سعداء جدا بوجودك معانا هنا طبعا في قناه الاهلي. اوكي اي ام سو هابي. انا سعيد للغايه ان اكون معكم وشكرا لدعوتي اليوم. وهو من دواعي سروري ان اكون معكم اليوم في هذه او هذا المكان الرائع. سعداء جدا بوجودك معانا وسعداء جدا ان انت لابس التيشيرت ده تحديدا النهارده لان التيشيرت ده غالي جدا على قلوب كل الاهلاويه. Yes, I must نعم. choose. I must أنا choose كان علي أن أختار هذا التيشيرت الجيد. لم يعد لدي لم يكن معي الكثير من الملابس هنا ولكني اخترت الاختيار الصحيح لأن أكون معكم اليوم كابتن. أشكرك شكرا جزيلا. خليني أبدأ بقى معاك ونخش في كرة اليد. الأول اللي أنا عارف أن أنت متابع لكرة القدم بشكل جيد يعني وبتشجع ريال بيتيس، فخليني ابارك لك الاول على فوزهم مؤخرا يعني ببطوله الكاس. فيعني بتتابع بقى فريق كره القدم في النادي الاهلي ولا لا؟ يس نعم انا مشجع لريال بيتيس ولكن هو من ليس من الفرق الشهيره في اسبانيا وليس لديه جمهور كبير ولكن لديهم الكثير من الامور المميزه وشخصيه مميزه وانا اشجعهم ولكن للاسف انا لا اتابع ربما كره القدم للنادي الاهلي كثيرا ولكن انا اتابع كره أوروبية أكثر. عندنا طبعا النادي الأهلي عندنا مباراة إن شاء الله يوم السبت القادم، مباراة مهمة جدا تؤهلنا إلى كأس العالم للأندية بالمناسبة طبعا اللي تأهل ليه، أنا آسف، يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. مباراة مهمة جدا هيتأهل ليها النادي الأهلي أو تأهل ليها النادي الأهلي بالفعل، هي المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، وبالتالي كل جمهور النادي الأهلي ينتظر هذه المباراة، عشان كده دايما بنتكلم عن كرة القدم والوصول للنهائي الإفريقي. خلينا نروح لكرة اليد، يعني خليني أبدأ معاك يا مستر جوردو، كيف بدأت مفاوضات النادي الأهلي معاك؟ نعم كان هذا سؤال صعب للغاية لأن المفاوضات كنت أدرب منتخب بيلاروس وهو من الفرق القوية في أوروبا ولكن عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا توقف هذا العمل وكان علي أن أتوقف في مارس الماضي لأن السفارة الإسبانية أبلغتني أن المكان ليس آمن وعلي أن أغادر هذا الفريق للأسف واضطررت إلى مغادرة وكنت في أسبانيا والأهلي اتصل بي وكانت هذه فرصة كبيرة وكان علي أن أأتي إلى هنا لأقتنص هذه الفرصة وكان هذه مدة مثمرة وأنا سعيد للغاية وفخور بهذه الفترة وأخذ هذا القرار وأنا أشكر كل مجلس الإدارة الكابتن بيبو والجميع لأنها كانت فرصة عظيمة ومن أفضل التجارب التي مرت علي في حياتي. لما سألت على النادي الأهلي قالوا لك إيه؟ نعم أحد الفرق الكبيرة في أفريقيا بالتأكيد أنا كنت مفاجأ للغاية عندما علمت بتشكيل النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي لديه الكثير من الفرق لديه فريق عمل كبير لديه قاعدة جماهير كبيرة للغاية كنت مفاجأ الحقيقة عندما شفت هذا ورأيت هذا الوضع لأنه مثل الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وفرق في أوروبا وأعتقد أن لديكم حظ كبير أن يكون لديكم هذا الكيان العظيم. طيب تقييمك بقى المستوى الدوري المصري في المباريات اللي أنت شفتها يعني. نعم أعذرني أن أقول أو أكرر نفس الإجابة أنا هنا كنت لمجرد شهر ولم يكن من السهل متابعة جميع المباريات أنا لعبت مع الفريق ثلاث مباريات مع هيليوبلس مع سبورتينج وبالتأكيد مع الزمالك أيضا ولم يكن
لدي الكثير من الوقت أو رؤية لأقيم المباراة بشكل عام والبطولة بشكل عام، لأننا كنا نركز في المباريات. الحقيقة كان من الأمور الصعبة جدا أن أنت جيت بعد الدوري أو في نهاية الدوري، كنت خسران الدوري وخسران الكاس ورايح على بطولتين مهمين جدا، بطولة السوبر وهي الأهم، ثم بطولة كأس الكؤوس هنتكلم عليها بعدين، والخسارة في النهائي. بطولة السوبر، كيف تعاملت مع اللاعبين في ظل ان انت الدوري، فقدت الدوري كنادي اهلي طبعا وفقدت الكاس، وبالتالي روح معنوية قليلة جدا للاعبين؟ نعم، كان هذا تحدي كبير وصعب للغاية في مدة قصيرة أن نغير من معنويات الفريق ونقلب من معنويات الفريق ونحرز مباريات هامة وندخل مباريات هامة. النقطة الأولى التي كنت أحاول أن أركز عليها أن أعطي اللعيبة لاعبي النادي الأهلي دفعة من الثقة، لأنهم كانوا يفتقدون الثقة، وكنت أبذل قصارى جهدي أن أعطيهم هذه الثقة، لأن لدينا لاعبين مميزين للغاية. أريد أن أشكرهم شكرا جزيلا، لأنهم لعبوا لفترة كانت فترة صعبة جدا، وأريد أن أشكر أيضا جميع العاملين وكل المساعدين، الأطباء، الجميع في الحقيقة الذين كانوا يعملون مع الفريق، كانوا في مرحلة ربما صعبة، كانوا يفتقدون الثقة، وكان علي أن أعمل على دعمهم في هذا الإطار. وكانت هناك مباريات صعبة، وكانت هناك أهداف تم وضعها حتى نستطيع أن نحققها في هذه الفترة، لأن الرياضة ليست من يكسب ومن يخسر، ولكن كيف نلعب. لأني وهذا ما أقوله إلى اللاعبين، أريد أن أشرح لهم أن لدينا فرصة وأن نكون فخورين بعملنا أي ما كانت النتيجة، سواء كانت بالمكسب أو بالخسارة. وأعتقد أن الجماهير تشعر بذلك وتشعر بالمجهود الذي بذل وتدعم الفريق. بالفعل الجمهور النادي الأهلي يعلم تماما اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، عشان كده أنا بركز على موضوع السوبر الإفريقي اللي احنا فزنا بيه ووصلنا إلى كأس العالم. كان عندك مجموعة من اللاعبين، استعنت باثنين محترفين كانوا متواجدين في السوبر الإفريقي، برضو جم قبل المباراة بيوم أو بيومين. إزاي عملت برضو التوليفة اللي تخلي اثنين محترفين يجوا قبل المباراة بيوم أو بيومين ويلعبوا المباراة وتفوز على فريق كبير زي نادي الزمالك؟ نعم، كما قلت، وهذه كانت الخطوة الأولى. الفريق كان هائل وكان يريد أن يكسب، وكان علينا أن نختار التخطيط وأن يكون جزء من هذا الفريق، كما قلت من قبل، أن ندعم الثقة. وكان من السهل علي أن أشرح لهم ما الذي أريده، وكانت هذه هي المرحلة الأولى. وأيضا دوري كان شرح والحديث معهم، كانت لدي الكثير من الاجتماعات معهم لم أجريها من قبل في حياتي، والمجلس الإدارة أيضا ساعدني كثيرا، كابتن إسلام حسين كان ساعدني كثيرا الحقيقة في عملي في كل المجالات، وعمله كان هام للغاية. نعم، علي أن أقول أني تحدثت معهم كثيرا على الطرق والتكتيكات وما الذي أريده والخطة التي سنلعب عليها، وكما قلت من قبل إعطائهم دفعة وثقة، لأن هؤلاء اللاعبين هائلين في الحقيقة، وهم جيدون للغاية ومميزون ويعرفون كيف يلعبون. تفتكر النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ممكن يعمل إيه في المستقبل علشان يقدر يفوز بالدوري والكاس والبطولة الأفريقية وكل حاجة؟ كأس العالم. Yes.
نعم بالتأكيد. الآن يجب أن نفكر في المستقبل، وأنا متفائل للغاية فيما يتعلق بالمستقبل. أنا أعرف أن مجلس الإدارة يعمل الآن على المستقبل والعمل فيما ووضع خطط للمستقبل والأفضل للفريق. لا أعرف بالتحديد، لا أستطيع أن أقول لك شيء محدد، ولكن جمهور الأهلي يمكن أن يطمئنوا ولا يخافوا من المستقبل، لأن بالتأكيد مجلس الإدارة سيقومون باتخاذ القرارات الصائبة. تمام، رجعت في أول مباراة أو في مباراة السوبر تحديدا قدرت تفوز على نادي الزمالك. في المباراة النهائية في كأس السوبر، في كأس الكؤوس أنا آسف، اتغلب النادي الأهلي من نادي الزمالك. إيه الفرق ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية؟ نعم، في المباراة الأولى كانت ربما مباراة كنا نعرف أنها المباراة الأولى والمباراة الهامة لنا في الموسم، لأن هذه المباراة تعطيك الفرصة لأن تلعب في أفضل البطولات فيما يتعلق بالأندية، لأن الكل كان يركز للغاية في هذه المباراة، ولعبنا كما خططنا تبعا للخطة الموضوعة. ولكن ربما في الفترة الأخيرة أو المدة الأخيرة في المباراة حظينا أيضا بحظ جيد، لأنه في بعض الأحيان في المباريات يلعب الحظ دور ربما، وتكون لك فرص، تتاح لك فرص ربما، ولكن ربما كانت الأمور متشابهة. ولكن في الفترة الأخيرة ربما كانت هناك بعض التفصيلات لم تسمح لنا أن نتقدم ربما ونقتنص فرص ربما ضاعت. ولكن في المباراتين أنا فخور للغاية وفخور بالعمل الذين قاموا به، وأرى أنهم قاموا ببذل قصارى جهدهم. بالتأكيد كانوا يريدون الفوز، ولكن أنا فخور باللعيبة وهم يحاربون بقدر المستطاع. طيب، ماذا يعني التأهل لكأس العالم للأندية بالنسبة لدانيال جوردو؟ هذا من أفضل إنجازاتي ربما على الإطلاق، بالتأكيد لا شك في ذلك. الأهلي فريق كبير وسيكون في المكان الذي يستحق، وفي مكان سيكون هناك الكبريات الأندية. طيب، برضو عملت 4 أيام معسكر قبل مباراة السوبر في المغرب، مظبوط؟ هل المعسكر ده فرق معاك ولا يعني ولا ايه اللي حصل، ولماذا المغرب تحديدا في ذلك الوقت قبل السوبر الافريقي؟ Yes, I think I don't know exactly why the لا أعرف تحديدا لماذا قرر مجلس الإدارة الذهاب إلى المغرب، ولكن كانت هذه فرصة لمشاركة اللعيبة وأن أتعرف على اللعيبة بصورة شخصية. كان هذا من المهم للغاية، أن أتعرف على مشاعرهم وما الذي يمكن أن أساعده، النقاط التي يمكن أن أدعمهم وأساعدهم فيها. وكان من المهم أن أعرف اللعيبة على المستوى الإنساني، وكنت راض للغاية من هذه الفترة. ولكن ربما كان من المؤسف أن لم تتاح لنا فرصة أكبر وأيام أكثر لأن أبني الفريق وأتعرف عليهم أكثر، وأيضا اللعيبة الذين جاءوا من قطر. ولكن هذه كانت الفرصة المتاحة، علينا أن نقتنص الفرصة المتاحة ونبذل قصارى جهدنا كما قلت، وهذا هو الشيء الأهم. إيه اللي بيميز المدرسة الأسبانية في التدريب في كرة اليد؟ نعم، مدرسة ناجحة طبعا. نعم، ولكن نحن ربما لا
يوجد لدينا أفضل اللعيبة، ولكن بالتأكيد لدينا فرق جيدة في كرة القدم، في كرة السلة، الكثير من المدربين نجحوا في الكثير من الأماكن. النقطة الأهم أننا نلعب كفريق، نستخدم تكتيكس وأدوات ونقتنص الفرص، ندرس نقاط الضعف ونقاط القوة في الفرق الأخرى، نحاول أن نلعب عليها، نحاول أن نستغل نقاط القوة لدينا، ونحاول أن نستغل كل الأدوات المتاحة لنا حتى نستطيع حل كل المشاكل المتعلقة ربما ببعض الأوضاع التقنية، ونحاول أن نحل هذه المشاكل. الحقيقة تأثرت في مسيرتك التدريبية بباروندو المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني، وكذلك ديفيد ديفيس. يعني طبعا من الواضح ان انت من نفس المدرسه، يعني اللي هم بيتكلموا فيها. كلمنا عن الامر ده. Yes, I know both. نعم انا اعرف كلا المدربين، وكانوا يلعبان قبل ان يدربا، كانوا يلعبون في فرق اعرفها جيدا، واعرفهم على مستوى اللعب كلاعبين، وهم من نفس المدرسه الاسبانيه للتدريب كما ذكرت، وهم مدربين جيدين للغايه، واتصلت بهم قبل ان اتي واعطوني بعض النصائح ربما ووجهه نظرهم ورؤيتهم في كل الامور، وايضا وهم اثنين من أكبر المدربين في المدرسة الأسبانية للتدريب، وأعتقد أن لديهم نجاحات وإنجازات كبيرة للغاية. هل لو سألتك السؤال تقدر تجاوب لي، تلحق تجاوب لي عليه؟ يعني لو أقول لك ترتيب مصر أو منتخب مصر في ما بين منتخبات كرة اليد، أنت شايفه فين؟ Yes, right now I come from European Champions League. الآن أنا أأتي من الدوري الأوروبي، وهو ربما من أفضل البطولات في العالم، وبالنسبة لي الأهلي والزمالك أيضا يمكن أن يلعبون على مستويات عالية جدا وفي دول كثيرة وفي قارات كبيرة، ولكن إذا كنا نتحدث عن الجودة بلا شك فأنا الأهلي يمكن أن يلعب ويشارك في بطولات كبيرة، فهذا الموسم والبطولة التي خطها مع الأهلي لا تختلف كثيرا بالنسبة لي، فأنا رأيت عناصر جيدة وجودة عالية مع فريق النادي الأهلي، اللعيبة جيدون كما قلت، و يمكن أن تتابع مباريات للفريق الأهلي أو الفريق الوطني، فهم أحد أفضل الفرق الوطنية. دانيال جوردو، شفت الضغط الجماهيري من جمهور النادي الأهلي على فريق كرة اليد؟ أنا عارف أنت اشتغلت في أندية جماهيرية كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وربط منتخب البرازيل، وبالتالي أعتقد أن أنت عندك الخبرة الكافية اللي تخليك تقدر تبص على أو تتحمل الضغط الجماهيري وتخليه حاجة إيجابية بدل ما يكون سلبي. Yes, for sure. This is the بالتأكيد. I'm totally agree with this. أنا أتفق معك تماما. هناك قاعدة عريضة من الجمهور والمؤيدين، وأيضا هناك منصات للسوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي يتحدثون عن اللعيبة وعن المباريات، ويمكن أن نحول هذا إلى عنصر إيجابي، ويجب أن يكون الجماهير أو تكون الجماهير فخورة بفريقهم وأن يدعموهم، وأعتقد أن هذه هي الطريقة لتحويل هذا الضغط إلى عنصر إيجابي وأن يكونوا فخورين بهذا الفريق. وهذا هو السبب أنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كل يوم في التدريب، في تدريبك اليومي وروتينك اليومي، عندما تأكل، عندما تتعامل مع الفريق، عندما تنام، يجب أن تكون شخص رياضي وجزء من هذا الفريق وعلى نفس المستوى من الجماهير والمؤيدين.
أعتقد أن لدينا فريق هائل ومذهل والكثير والآلاف من الجماهير والقاعدة الجماهيرية، وهذا أيضا عمل المدرب وعمل مجلس الإدارة أن يكونوا على نفس المستوى مع الجماهير. ونادي مثل الأهلي عليه أن يقتنص كل الفرص ليصل إلى المستوى الذي يريده الجماهير. دانيال جوردو، كان عقدك مع النادي الأهلي أعتقد انتهى النهاردة، أنت هترجع بكرة، أنا عارف أن أنت مسافر بكرة إن شاء الله إسبانيا. يس يس. إيه اللي هيحصل فيما هو قادم يعني؟ Who knows؟ لا أعرف، من يدري؟ إن شاء الله. إن شاء الله أأمل في أن أمكث هنا وأبقى هنا، ولكن هذا ليس قراري وحدي، ولكن بالتأكيد أنا أريد أن أتحدث إلى الجمهور الآن. كل شيء حدث سيكون للأفضل بالنسبة للفريق، الفريق يعمل جيدا الآن، وبالتأكيد مجلس الإدارة سيقرر أو سيتخذ القرارات الصائبة بالنسبة للفريق لمستقبل أفضل لهذا الفريق، ولدينا فريق جيد ولاعبين جيدين. فحتى إذا مكثت مع الفريق أم لا، فإن المستقبل أفضل بالنسبة للفريق. أعتقد إن شاء الله. أعتقد أن عدد الشباب اللي موجود في النادي الأهلي يبشر بخير فيما هو قادم. الشباب الجيد طبعا. Yes. Yes, I think this is the most بالتأكيد هذا أهم النقاط وهذه أهم الأسباب عندما أتحدث عن المستقبل. بالتأكيد الشباب يأتون من الكثير من الفئات الشباب كما قلت. أعتقد لدينا الكثير من اللاعبين لديهم مستقبل كبير في الأهلي، وأيضا بالتأكيد المنتخب الوطني المصري سيكون ضمن الفرق العالمية على المستوى العالم. دربت زي ما اتكلمنا فرق كبيرة وفرق جماهيرية، ايه الفرق ما بين وفي ثقافات مختلفة، كلتش ثقافة مختلفة، ايه الفارق وايه اللي انت شايفه هنا افضل؟ Yes, I think يعني هل انت مستريح في قعدتك؟ انت مستريح ان انت قاعد هنا بقالك شهر ولا شهر ونص، شهرين قاعد هنا تقريبا، الشهرين دول استريحت، شفت القاهرة ازاي؟ هل الامور مختلفة بالنسبة لك؟ ايه يعني، اتكلم معانا في هذا الامر. I don't have so many time for relax. لم يكن لدي وقت كثير للراحة للأسف، وأنا أأمل أن أرى في يوم الأهرامات، ولكن لم يكن لدي الكثير من الوقت لأن أرتاح. أنا أشعر بالراحة أن أأتي من بيلاروسيا وأن أدرب هنا. لم يكن يجول بخاطري هذا السيناريو، ولكن أشعر أنا أشعر أني ارتبطت باللاعبين في هذه المدة القصيرة لأنهم مثلنا في الكثير من الأمور. أنا أشعر بسعادة هنا في القاهرة، ولكن أعتقد أن لديكم فريق مذهل لديه الكثير من الفرص. Kindly people, also with the supporters. أيضا مع الجماهير ومع المؤيدين، عندما أخذ تاكسي الجميع يريد أن يأخذ يلتقط صورة معك. هو فريق ونادي مذهل في الحقيقة، أعتقد أني في بيتي. طيب مين أقرب اللاعبين؟ يعني انا عارف ان ما بتحب المدربين ما بيحبوش الكلام في هذا الامر، لكن من اقرب اللاعبين لقلبك يعني او شفتهم كويسين جدا وقريبين منك قوي؟ في الاهلي طبعا اوف كورس.
Of course. Yes, you know, I in this period. في هذه المدة. I have a lot of help from both captains. كان لدي الكثير من المساندة من المدربين الآخرين و. إسلام حسين وإبراهيم المصري. إسلام حسين. إسلام حسن أنا آسف وإبراهيم المصري. إسلام حسن. Of course, I tried to speak with حاولت أن أتعامل معهم وأيضا أن نلعب معهم وأقترب منهم حتى نستطيع بناء علاقة وطيدة وبناء الثقة. كنت أحاول أن أرتبط بهم في بعض الأحيان. الكابتن يضطر إلى أن يصرخ أو يعطي بعض الأوامر، ولكن أنا أشعر أن اللاعبين لديهم فكرة جيدة عني، وكما قلت لك المدرب عليه أن حظيت بالكثير من المساعدة من الكباتن الآخرين ومن المدربين الآخرين ومن العاملين في النادي، ولكن أعتقد أن العمل لم ينتهي بعد. الحقيقة أنا لما سالت اللاعبين على مستر جورد، طبعا يعني لما النهارده كنا بنتكلم معاه عشان يكون ضيفنا، سالت معظم اللاعبين، الحقيقه اللعيبه كلها كانت بتتكلم عنه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وحاجه كانت جميله جدا جدا. انا كنت سعيد جدا بالكلام اللي كانوا، ما لحقناش الحقيقه النهارده لانه انا فوجئت ان هو مسافر بكره ان شاء الله، ولكن ان شاء الله يكون له دور مع النادي الاهلي اذا طأ مجلس اداره النادي الاهلي هذا الامر. وبمناسبه مجلس الاداره، كرم مجلس اداره النادي الاهلي دانيال جوردو والاثنين اللاعبين المحترفين كابوتي وسيزر. رايك في هذا التكريم ايه؟ يس فور مي واز بالنسبه لي كان فرصه كبيره، وكان الامر كله كان تحدي كبير. كنت خائف من المجيء إلى هنا في البداية بسبب خسارة الفريق للكثير من المباريات، وكان الفريق حزين للغاية، كانوا في شبه غيبوبة وخسارتهم في الكثير من المباريات. الموسم كان كارثي، ولكن الآن الجميع فخورون بالفريق ومجلس الإدارة لديهم فرصة كبيرة للمضي قدما والبناء على هذا النجاح. بالنسبة لي هذا أهم شيء بالنسبة لي أن أغير من مجريات الأمور، أن تأتوا بشخص من أسبانيا ربما لا يعرف عنه أحد، فأنا لست من الأسماء الكبيرة، ولكن أن تأتوا بي، فأنا بذلت قصارى جهدي في هذه الفترة القصيرة، وكما قلت من قبل كان تحدي كبير جدا بالنسبة لي أن أكون هنا كمدرب، ولكن الآن هذا نهاية مدتي هنا، وأنا سعيد أني اتخذت هذا القرار وأشكركم على أني هنا اليوم. وكما قلت من قبل المستقبل جيد للغاية، وأأمل أن يكون هذا المستقبل جيد لأني أشعر بذلك، وعليهم أن يمضوا قدما في عملهم. تمام. كرة اليد تحت قيادة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، هل هناك تطور؟ احنا شايفين أن هناك تطور ملحوظ وكبير جدا خلال الفترات الكبيرة السابقة. كمدرب أسباني بقى، شايف وجود الدكتور حسن مصطفى المصري اللي موجود على رئاسة الاتحاد الدولي طور كرة اليد وخصوصا في العالم وفي أوروبا ازاي؟ Yes, of course. I think the handball is right now. أعتقد أن الكرة اليد شهدت تطورا على مدار الفترة الماضية، ولكن
هناك مشكلة لأن ربما لا توجد هناك فرق في بريطانيا، لا توجد فرق في الولايات المتحدة، هذه نقاط الضعف ربما في الرياضة. دول مثل إسبانيا ومصر وفرنسا وألمانيا لديهم فرق، ولكن إذا كنا نريد لهذه اللعبة أن تكبر، بالتأكيد الدنمارك، ولكن إذا نريد أن تتطور اللعبة فيجب أن يكون هناك فريق في بريطانيا وفي الولايات المتحدة حتى نستطيع. وأعتقد أن هذا تحدي كبير بالنسبة للكابتن حسن مصطفى، ولكنها ليست مسؤوليته هو وحده. التحديات المحلية طبعا. Yes, of course. نعم بالتأكيد. But, you know, for us, the most important بالنسبة لنا أو بالنسبة لي على وجه الخصوص، أنا من وجهة نظري يمكن أن نتقدم سريعا بمهارة وبمهنية إذا ما أيضا كانت هناك فرق قوية في هذه الدول. على الجانب الاخر، منشات بقى النادي الاهلي انت شفتها ازاي؟ يعني انت لفيت اكيد في النادي، بتقعد في النادي شويه ولا ما لحقتش؟ Yes, of course. نعم بالتاكيد. I, for me was, you know, a lovely place. بالنسبه لي المكان رائع في الحقيقه. يمكن ان تقضي بقيه حياتك في المكان في الحقيقه. فهو مكان يمكن أن تذهب مع أسرتك وتقضي الوقت، ربما تلعب، تحتسي بعض المشروبات، تنس، كاراتيه، كرة قدم، وهو بيئة هائلة لممارسة الرياضة. بالنسبة لنا لا نتمتع بهذه الأماكن في إسبانيا، ربما مكانين أو ثلاث، ولكن بالنسبة لي المكان رائع، ربما أطلب من مجلس إدارة أن يضع لي سرير في المكان وأمكث به. تعرف أن عدد جمهور النادي الأهلي، يعني ما بنيجي نتكلم بنقول أن عدد جمهور النادي الأهلي تقريبا من 70 ل 80 مليون أهلاوي جوه مصر بس. يعني تخيل في كرة اليد كمان تحديدا 70 80 مليون أهلاوي في ظهرك. Yes, yes, it's amazing. هذا شيء مذهل. Double of the people that live. هو ضعف العدد، عدد من يسكنون في إسبانيا. طبعا معروف ان هو بيسبب ضغط وكل حاجه، ولكن الانديه الكبيره دايما متعوده على كده، وهو ده سبب خساره الدوري والكاس بعد كده. اعتقد ان انت حولتها من ناحيه سلبيه لناحيه ايجابيه بالاسبوع او ال 10 ايام اللي قبل بطوله السوبر. Yes, but you know, I think نعم، ولكن كما تعرف الجميع يجب أن يعلم أن هناك بعض النقاط قد يقول أن الفريق ليس جاهز، ولكن عليك أن تتقبل هذا وتعمل على هذا الأساس وتتحمل هذا الضغط. الأهلي نادي كبير ويجب أن يكون له شخصيته المستقلة وأن حتى تصل إلى هذه المكانة. إيه رأيك في كابوتي وفي سيزر؟ كابوتي هو لاعب رائع في الحقيقة، أفضل في العالم يعني. لا في العالم ربما. بالتأكيد. هو يمكن أن يلعب في برشلونة في كبرى الأندية ربما، وهو إنجاز كبير للنادي أن يكون في صفوف الأهلي وأن يكون لدى النادي مثل هؤلاء اللاعبين المميزين. كيف كان التعامل مع كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز الكرة اليد وكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي؟ زي ما حضراتكم شايفين طبعا الكابتن ابراهيم المصري وسيزر وكانوتي وكابوتي وايضا كابتن ياسر لبيب وطبعا كابتن خالد العوضي وكابتن مستر دانيال جورج. يس فور مي بالنسبه لي كابتن بيبو كابتن بيبو
واحد من أفضل الرؤساء الذين عملت تحت قيادتهم، لأنه يتفهم كل الأمور. كان من اللاعبين الكبار وتعامل مع لاعبين كبار، فهو يعرف كل شيء وكافة الأمور، وهذا سهل من عملي وساعدني لأن أمضي قدما مع الفريق. وكما قلت يمكن أن نبني على هذا لندعم الفريق. وأيضا كابتن خالد يقومون بعمل مذهل في الحقيقة، ليس فقط على مستوى كرة اليد ولكن على مستوى كافة اللعبات. ربما يجب علينا أن كرة اليد تصل إلى مستويات عالية تحت قيادتهم. يعني أخيرا مستر دانيال، عايزك تبص للكاميرا. تعال لي سمير، بص للكاميرا، الكاميرا بتاعتك. يعني بص للكاميرا، ولو عايز تقول أي حاجة لجمهور النادي الأهلي اللي النهاردة يعني أنت بقالك شهرين خدت معانا بطولة، ولكن ابتدى يتعرف عليك بشكل اقرب وشكل واضح جدا لكل جمهور النادي الاهلي. فلو عايز تقول لهم اي رساله، بص للكاميرا وقول لهم الرساله اللي انت عايزها. اريد ان اقول لكم شكرا لاني اشعر دعمكم، وامل ان اكون قمت بعملي على اكمل وجه، وان تكونوا فخورين بناديكم وفريقكم. واشكركم على ان تكونوا جزءا من هذا الفريق وهذا النادي المذهل، وان شاء الله اراكم قريبا. انا بشكرك جدا على وجودك معانا. يعني مش عايز طبعا اطول عليك لان انا عارف ان انت مسافر الصبح ان شاء الله، فانا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله نتقابل قريبا مره تانية على حسب ما يرتقي بقى مجلس اداره النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت خلال الفتره القادمه. بشكرك جدا، وتروح وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. شكرا جزيلا. Thank you for inviting me. اشكرك شكرا جزيلا على دعوتي. You're welcome. Thank you. انا طبعا شكرا جزيلا لمستر دانيال جوردو المدير الفني للنادي الاهلي. ايه اللي هيحصل مع مستر دانيال؟ طبعا زي ما حضراتكم متعودين وعارفين هننتظر قرار مجلس اداره النادي الاهلي فيما سيحدث خلال الفتره القادمه. حبينا بس نوري لحضراتكم قيمه النادي الاهلي. قيمه النادي الاهلي في مدير فني اسباني محترم بيتكلم بهذا الحب وهذا الود على النادي الاهلي، اللي انا بشكره طبعا على وجوده معانا النهارده. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل المباراه المهمه جدا، مباراه النادي الاهلي والوداد. النهارده هنتكلم اكتر فنيا ايه اللي بيحصل، كيف يستطيع النادي الاهلي ان هو يلعب امام الوداد. طبعا هنتكلم اكتر عن الوداد المغربي، ولكن بعد الفاصل. وكريم سعيد واحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا استاذ؟ شايفك بتضحك ومبتسم مبسوط جدا. كويس، انا بحب التفاؤل وروح التفاؤل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد بقى على طول مبسوط، فدي اهم حاجه بالنسبه لي. الحمد لله انتوا الاثنين مبسوطين. قبل بس ما نتكلم، زي ما قلت لحضراتكم امبارح، ثابت كلمني وسعيد وكريم، كلمنا مع فايز مع ويس مع كل المجموعه ان احنا هنعمل والله بالليل هاشتاج اسمه الثالثه على التوالي. الثالثه على التوالي، ونمنا مالناش دعوه. صحينا حطينا هاشتاج الثالثه على التوالي، لقينا ثالثه على التوالي للتاريخ. طالما جمهور النادي الاهلي اللي عمل كده يبقى احنا مبسوطين وفرحانين، ما عندناش اي مشكله خالص في هذا الامر. وبالتالي خلينا نشوف بعض التفاعل اللي حصل على هاشتاج الثالثه على التوالي. ان شاء الله ان شاء الله استطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه البطوله. مصطفى كرم، مصطفى كرم بيقول حارب على البطولة، بروح الأبطال، العب برجولة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار، وأنت الأسطورة. دعم كل الدعم يا أهلي، إن شاء الله ترجع بألف سلامة منصورين وفرحانين وجايبين الكاس معاكم من قلب كازابلانكا، من قلب المغرب. قدها يا أهلي قدها. دي صورة دي أم نور طبعا. أم نور واحدة من كبار محبي النادي الأهلي. أم نور الدين مصطفى
يعني كلنا كاهلاويه عارفينها كويس. طبعا واحده يعني واحده بتدعمنا النادي بشكل قوي، بتعشق النادي الاهلي. محمد هاشم بيقول اللعب برجوله متعه، البطوله افريقيا للكبار، وانت يا اهلي اسطوره. الصوره دي وانا بحتفل بالعشر ان شاء الله، هنحتفل او هحتفل بال11 يا رب ان شاء الله. جمهوركم واثق فيكم، هو ده الكلام، هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنتمناه خلال الفتره القادمه. الحادي عشر يا ابطال ان شاء الله رجاله، وهتيجوا من المغرب بالبطوله الغاليه دي بامر ربنا. ده محمد المكاوي. يلا يا اهلي ثالثه على التوالي. ده علي زعتر كرم او كرم عامل النسر، حلوه برضو. ابو فاطمه بيقول ان شاء الله الحادي عشر بتوقيت الاهلي والثالثه على التوالي يا رب ان شاء الله، ربنا يستجيب لينا يا رب جميعا. عبد الله حسان حلمي بيقول واثقين فيكم ان شاء الله الثالثه على التوالي. في هاشتاج تاني اسمه الثالثه على التوالي للتاريخ عشان برضو نبقى. مصطفى محمود بيقول الثالثه على التوالي كل الدعم لفريقنا. اخر حاجه احمد، عندنا كتير طبعا ولكن دي اخر حاجه دلوقتي. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت، حلوه دي يا ميدو، ده احمد ميدو. لنصنع ملحمه نتباهى بها حتى الموت، ان شاء الله تبقى جميله يا رب. وما يعني مش عايز افتكر كل شويه 2007 واللي حصل في 2007 يعني، يلا الحمد لله. خليني ابدا معاك يا كريم. وانا قلت ان انا مش هتكلم فيما سبق من ظلم تحكيمي بين وواضح ضد النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، لكن اخد منك برضو تعليق ولو سريع فيما حدث خلال الاسبوع اللي فات. ماتشين حصل فيهم حاجات كتيره جدا. طبعا يا كابتن اسلام اعتقد احنا واصلين كله يعني النهارده كل الجماهير عندها، مش اهلي بس عشان الناس مش احنا نقول ده عشان احنا فقط النادي الاهلي، معظم انديه الدوري عندها تحفظات على اداء الحكام خلال الموسم ده. وحتى واحنا قبل ما نطلع على الهواء يعني في بعض الحالات في مباراه نادي الزمالك ونادي اسوان في سيمي فاينل كاس مصر، وبالتالي الوضع بشكل عام احنا بنقول ان في ضعف والكل متاثر. وتاني والله الموضوع مش شخصي مع الكابتن عصام فتاح، ان هو برده ما زال يعتقد ان الاعلام يتربص بالكابتن عصام فتاح، لا احنا مش بنتربص بحد. اعتقد كابتن عصام فتاح وصلنا النهارده لدرجه سيئه في تناول الحكام للمباريات، والجميع كل واحد بيشعر بالظلم. ما زلت انا بكررها اهو عشان تبقى للتاريخ زي الهاشتاج كده للتاريخ، انا قلتها في البرنامج هنا من اكثر من اعتقد سنه، لن ينصلح حال التحكيم في مصر اهو، لن ينصلح حال تحكيم في مصر الا لما رابطه الانديه واتحاد الكوره ياخدوا قرار بتعيين رئيس لجنه حكام اجنبي بعقد 5 سنوات. ايه التارجت من العقد ده؟ يعد كوادر جديده للجنه، وبعد 5 سنين يبدا يسلم هذا الامر وتبقى الدنيا تمام والدنيا لطيفه والدنيا ظريفه. انما اللي احنا بكل امانه اللي احنا دلوقتي عمالين نلف في نفس الدايره بنقول نفس الكلام، والكابتن عصام فتاح بيرد بنفس الردود. والله العظيم احنا ما مشيناش خطوه واحده زياده عن الموسم، خطوه واحده بس. فتاني انا بقول عشان نوفر الوقت ونوفر الجهد ونوفر التعب، واكيد في ناس عندها سكر وناس عندها كوليسترول والناس تعبانه برضو والصيف داخل والجو حر. يا جماعه بكل بساطه نعمل زي ما اشقائنا في السعوديه عملوا، قالوا يا جماعه احنا في الشغلانه دي مش عارفين نعملها، نجيب حد من بره يعلمنا. بس انا قلت للكابتن عصام جمله، قلت له يا كابتن عصام، كابتن عصام عبد الفتاح من فضلك حافظ على التاريخ عصام عبد الفتاح. صح والله، والله انت قلت له نصيحه اخويه، بس والله العظيم اقسم بالله انا بحب هذا الرجل على فكره. والله بحب هذا الرجل، صح والله انا بتكلم. وكان حكم ممتاز جدا يعني، لان انا عاشرته فانا عارف حكم رائع. لكن في نفس الوقت اتمنى ان كابتن عصام يقلل ده، وده بيقولوا لي دلوقتي كمان كل يوم تصريح يعني النهارده في تصريح. لا انا اقول حاجه بس زياده قبل السبب ما يتكلم، ربما الكابتن عصام فتاح كان حكم ممتاز جدا جدا جدا. تمام طبعا بكل امانه كابتن عصام، بقول لك هو انا وش للكاميرا اهو بجد، انت ادرجي مش ناجح كل امانه. ربما تكون رغبتك في كلامك الكتير انك تدافع عن الحكام وتقول لهم انا حائط صد ليكم ضد اي حد بيهاجمكم، بس والله 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 كثره التصريحات يوميا وتعقيبك على الحالات حاله حاله، والله سواء اهلي او غير اهلي طبعا طبعا كل الانديه
اضر بحكامك والله والله اضر بيهم اكتر من فاتهم. ثابت تعرف رايك برضو. الدنيا فلتت من كابتن عصام عبد الفتاح، الدنيا فلتانه منه خالص، تصريحاته الكتير ديت مفيش حد كل يوم يطلع يعمل تصريحات كده وايه وبيستعمى الناس، يعني بيستعمى في كل الحالات. انت الناس مش شايفه مثلا، وكل الناس شايفه والخبراء التحكيمين بيتكلم، وكمان يعني بصراحه يعني عدم وجود حكم مصري في كاس العالم اكيد مسؤول عنه لجنه التحكيم. لا كابتن عصام رد وقال لك ان كل اربع خمس دورات مصر بيروح لها بتروح كاس العالم مره. لا يعني ده بيقعد يرد برده ردود غير واقعيه للامانه. انا متفق جدا مع كريم ان لازم لجنه تحكيم اجنبيه، مش شرط حكم اوروبي، ممكن تجيب حكم اسيوي، ممكن في محاضرين دوليين اسيويين كويسين جدا. وكابتن عصام محاضر دولي بالمناسبه. لا محاضر عن محاضر، يعني في محاضر اللي هو بيبقى فوق اللي بيدي الحكام المصريين، يعني لقب المحاضر اللي هو الاسيوي، يعني زي المحاضر الاسيوي اللي علق على كره النادي الاهلي والبنك الاهلي، ده محاضر معترف يعني مسجل يعني. لكن انا شايف بصراحه ان الدنيا فلتانه منه خالص، بيطلع يشوف الكوره، يعني اي لعبه بيتكلم عليها بيستعمى الناس، يعني لعبه تبقى ضربه جزاء واضحه يقول لك مش ده، طب ما تطلع ما تتكلمش، يعني انت لو سكت حتى ليه لازم تعلق وتستعمى الناس وتقول لهم ان هي ضربه جزاء؟ انت بتستفز الناس. ليه بتستفز الناس؟ اي ناس بقى؟ طب ما هقول رايي يا احمد، أي هقول لك رايي. رايي هقول لك دي وجهه نظر. الكوره واضحه للاعمى يا عم. لا ليك انت لا ما تاني، القرارات التحكيميه، القرارات التحكيميه وجهات نظر. هقول لك مثلا الكوره مثلا النهارده مثلا بتاعت عواد، يعني النهارده نادي اسوان انا شفت له ثلاث ضربات ترجيح، في واحده ما اتحسبتش بتاعت عواد، انا بكل امان مش شايفها ركله جزاء بكل امان. بس النقطه بقى هنا يا كابتن اسلام فعلا الحقيقيه ما فيهاش وجهه نظر، ان الكابتن عصام عبد الفتاح مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله، وما يقدرش يجادلني في النقطه دي، مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله. ليه؟ لانه طلع على الهواء وقال معلومه تحكيميه خاطئه، اللي هي الكوره بتاعه تروح البروتوكول، الكوره بتهدف الاهلي في البنك الاهلي، القانون نص بيقول ما ينفعش الفار يرجع لتنفيذ الفاولات او الرميات التماس. تاني يوم حصلت في ماتش استون فيلا وبيقول لك دي حاجه ودي حاجه ودي لا والله حاجة. ابدا ده نص قانون، ده ما فيهاش وجهات نظر. والله لو وجهات نظر انا اقول لك وجهات نظر اوكي، ورايك ورايي، انما الكابتن عصام فتح لغايه النهارده ما اعتذرش على الموسم الوحيد كمان يا كريم اللي سمعنا فيه ثلاث مصطلحات غراب جدا. ان الاول حاجه بدانا بالاحتواء، ما هو انا امبارح عملت روح الحلقه اشمعنى انا، احنا هنعمل روح التحليل دلوقتي، انتوا هتعملوا روح التحليل. احنا بدانا بالاحتواء وبعدين ضربه جزاء 50-50 وبعدين روح البروتوكول. روح بروتوكول ايه؟ يعني ده قانون استئناف، والاستئناف في كره القدم مكتوب كده، يعني ده القانون بتاع الاستئناف. ليه اطلع يعني انت ممكن حتى نصيحه للكابتن عصام ما تطلعش تتكلم؟ هو كان عارف ليه؟ ايه هو كان عارف؟ هو كان عارف ايه؟ اه كان عارف. لا ما كانش عارف. كان عارف ايه؟ لا 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 كانش عارف. كان عارف طبعا. عارف النص. لا لا ازاي مش عارف؟ لا لا عارف النص. لا لا والله ما كان عارف. لا لا عارف مش للدرجات. والله ده عذر اكبر. ما تقولش كده. والله ما كان عارف. لا لا ما تقولش وما تحلفش. ما تقولش كده. والله ما كان عارف. لا دي تبقى مصيبه. في جروبات ما بين الحكام بتبقى على الواتس كل حكام العالم. كل حكام العالم. امين عمر. ردوا بالبروتوكول. امين عمر. وحكم الفار اقسم بالله ما كانوا عارفين. لا يا والله ما كانوا يا كابتن اسامه والله صعب قوي. والله ما كانوا يعرفوا اقسم بالله. ايوه ده عذر ده ولا ده معناه ايه؟ اقول لك ليه؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ تاني هو والله اقسم بالله ما كانوا يعرفوا. احنا نقفل دلوقتي نص القانون. احنا نقفل دلوقتي نساله. اقول لك الدنيا على كلامي ايه؟ الدنيا على كلامي لاعب البنك الاهلي اللي هو بيفتخر، مش فاكر اسمه صراحه، في لاعب في البنك الاهلي بيفتخر ان هو راح وقال انا اللي خليت الحكم يلغي الهدف. هو راح ضغط على الحكم وقال له روح بص على اللعبه، اللعبه انت تقصد ان هو لو حافظ القانون مش هيروح اساسا؟ بالظبط. هو لو عارف انت اصلا النص وعارف الموضوع من اساسه. والله انا بحلف لك. طيب. هديك مثلا فاكر اسلام كان في كوره السنه قبل اللي فاتت لما كنا ما نعرفش موضوع، هل دلوقتي لو مثلا ضربه ركنيه ما هي مش ضربه ركنيه اصلا، جت غلط واتنفذت وجت هدف، ساعتها حصل لغط لغايه لما بدانا نتعلم ان يا جماعه لا، لو اللعبه انتهت وبدات لعبه جديده استئناف ما ينفعش الفار يرجع. صح احنا اللي بيحصل المشكله عندنا احنا بنتعلم القانون، احنا دايما كده بنتعلم القانون من التجارب ما بنذاكرش. احنا لغايه دلوقتي اهو عمالين نتعلم قوانين الفار من التجارب اللي بتحصل. هسالك يا كابتن اسلام، اتفضل. لعبه هدف البنك الاهلي، النادي الاهلي في البنك الاهلي، لو اتكررت تاني في الدوري اي حكم هيعمل ايه؟ هيحسب الجون. لو حد قال له ارجع للفار يقول له لا خلاص ما ينفعش. ليه؟ لان لعبه هدف النادي الاهلي في البنك الاهلي تخيل نعم.
أن هناك البعض بيحاول أن يشكك في كرة الهدف بتاع علي معلول. أنا كرة هدف علي معلول أنا من الأول ما شككتش فيها، يعني أنا وأنا بتفرج اتنطط الهدف الثاني الكرة سابقة أصلا ولا فيها أيوة لأنه شك. لأنه أي. يعني وأنا قاعد بتفرج، إحنا قاعدين بنتفرج فإحنا يعني لعبنا كرة شوية فأنا نطيته وفرحت واتبسطت وبتاع، وبعدين فوجئت بفار. فار ليه؟ بجد والله بجد أنا بتكلم بجد، فار ليه؟ فقال لي لانه حد كان معانا مجموعه كبيره يعني، قال لك ما هو لانه بيقول انه اوفسايد على مين؟ ما الكوره مسابقه، انا من اول حد ايوه الكوره سابقه واضحه يعني على الاقل بقطر الكوره ايوه على الاقل خلاص؟ فيعني مين فين عشان ايه؟ ولا البعض بيحاول ان يشكك بعد ما لا يشجع النادي الاهلي، يعني بيحاول ان هو يودي ان هو يشكك في النادي الاهلي. بص يا عم هم بيكسبوا بالحكم يعني صعب، الجون كان جاي في توقيت صعب وصعب عليهم يا كابتن اسلام، الفرقه بتجيب جونين في واحده في الدقيقه 94 وواحده في الدقيقه 96 وخلاص، كانوا هم على امل ان النادي يعني طب يعني اخد كره بس دي يعني الصدمه كانت صعبه، يمكن انا شفتها واضحه طبعا يا كابتن اسلام الصدمه كانت صعبه والحمد لله ان الفوز ده جه في التوقيت ده انا شايفه اهم فوز للنادي الاهلي في الموسم. مظبوط، فوز معنوي على الاقل، فوز معنوي بيرجعك تاني للدوري، ان انت ان شاء الله تتصدر الدوري قريب. الحاجه الثانيه ان انت بتكسب قبل المباراه النهائيه بقى، تديك دفعه معنويه للعيبه عايزين في الفتره دي، بس مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي يا جماعه الفتره دي الدعم، بس مش عايزين كلام لا على صفقات ولا حد مش عاجبه لعيب ولا حد مش عاجبه مدير فني ولا حد مش عاجبه، مش وقته خالص الكلام ده، اجله الكلام ده اسبوع بس. الوقت ده محتاج دعم، لازم الناس كلها، وانا يعني النهارده جمهور النادي الاهلي بيعمل كده، بيعمل على الهاشتاج الثالثه على التوالي، فجمهور الاهلي واعي وفاهم الكلام ده كله، لازم ان احنا ندعم الفرقه في الفتره دي. دي حاجه مهمه جدا، مرحله الدعم، مفيش كلام على اي حاجه، ما تسمعوش اي كلام لصفقات مش عارف اي حاجه ثانيه، اي اخبار، اي مش عارف مشاكل، اي لا ولا نخلي بالنا من الكلام ده، نقفل على الفرقه ونركز عشان ان شاء الله احنا قدامنا فرصه تاريخيه ان احنا ناخد الثالثه على التوالي لاول مره في التاريخ، اول مره فريق افريقي هيبقى ياخدها، وكمان بيتسو موسيماني مهم جدا ان احنا ندعمه الجهاز الفني بالكامل في الفتره دي، موسيماني قدامه فرصه تاريخيه ان هو ياخد البطوله ثلاث مرات، يعني يصنع التاريخ لنفسه ويصنع التاريخ لنادي الاهلي، يبقى اول مدرب افريقي ياخد دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات ورا بعض، ودي حاجه مهمه جدا، لازم عمليه الدوافع عند موسيماني وعند الجهاز الفني وعند اللعيبه ان انت يبقى عندك الحلم. كمان موسيماني يا كابتن اسلام هيبقى حقق بطولتين اصعب من وجهه نظري، اصعب بطولتين في النادي الاهلي، يعني دخلوا النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، بطوله القاضيه ممكن اللي هي قدام نادي الزمالك نهائي القرن، وبطوله قدام الظلم اللي حصل قدامنا السنه دي، والنهائي يبقى في المغرب ويتحدد قبلها باسبوعين وفي محمد الخامس، اعتقد ان البطولتين دول لو جابهم موسيماني هيبقى يعني ان شاء الله يدخل التاريخ، وده اللي لازم نقوله في الفتره دي، لازم موسيماني تجدد الدوافع، اللعيبه بتاعتهم تجدد الدوافع الفتره دي، لازم نقفل على الفرقه بشكل كويس جدا، وده اللي بيعمله النادي الاهلي أيوة. ان شاء الله عشان نقدر ناخد الثالثه على التوالي زي ما جمهور النادي الاهلي قال على الهاشتاج. طب نبدا عشان نبقى بنتكلم في سياق الموضوع، كفايه كلام عن الدوري المحلي واللي بيحصل في الدوري المحلي، خلينا ننتظر الاربع خمس ايام دول على رايك ولا الاسبوع ده ونشوف ايه اللي هيحصل، ونفضل احنا نساند وندافع ونقف في ظهر النادي الاهلي وجمهوره، وجمهور النادي الاهلي يقف ويساند ويدعم فريقه خلال الاربع خمس ايام اللي جايين زي ما احمد وكريم والكل الحقيقه بيقول، الفتره القادمه هي فتره الدعم فقط، دعم فقط، اي حد مش عاجبه اي حاجه ينتظر لما بعد النهائي ان شاء الله، بعد كده هنتكلم مع حضراتكم في كل شيء، ننتظر بعد النهائي ونشوف ايه اللي هيحصل بعد النهائي. هتقولوا لنا ايه النهارده على الوداد، هنتكلم عن الوداد ده اكتر، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم وثابت هيكلمونا عن الوداد، احنا رايحين نلعب الوداد، الوداد بيلعب ازاي هنعرف بعد الفاصل. الاول انا بشكر حضراتكم على كل الكلام الرائع اللي حضراتكم بعتينه عشان دانيال جوردن، يعني هو راجل جميل جدا، واتمنى ان السيجمنت او الفقره تكون عجبت حضراتكم، دايما بنحاول نعرفكم على المديرين الفنيين اللي كانوا موجودين، هل هيكمل مش هيكمل، يعني ان شاء الله هنعرف بقى من مجلس اداره النادي الاهلي عندما يتخذ قرارا خلال الفتره القادمه. خلينا نرجع للوداد مره ثانيه، الوداد بيلعب ازاي؟ التشكيل اللي بيلعب بالوداد، تفصيصه الوداد، الوداد بيلعب ناحيه الشمال ازاي؟ كل يوم هنمسك حته كده نتكلم فيها، النهارده ثابت وكريم هيشرحوا لنا كيف يلعب الوداد.
وتشكيل الوداد. ولكن نروح بقى للهاشتاج الثاني بعد اذنكم، الثالثه على التوالي للتاريخ جمهور النادي الاهلي الحقيقه، وده يعني ده اهم بالنسبه لينا. عمر حسان بيقول ده طبعا اسمه الثالثه على التوالي للتاريخ. كمان هيرس ليتس ايه، طيب ما خليني اكمل. عبد الله حسان بيقول تشامب يعني الابطال، ابطال ال11 اللي بعده. رزق اسامه بيقول وي ار ويتنج فور يو تو وين ذا افريكان تشامبيون ليج، ده بيقول موسيماني ان احنا مستنيين عشان تكسب دوري ابطال افريقيا. يوسف الصحي ماشي بيقول ذا ثيرد ان رو ان شاء الله، يعني الثالثه في الطريق ان شاء الله. الثالثه على التوالي ان ينصركم الله فلا غالب لكم، الاهلي فوق الجميع، ده خالد الدسوقي. احمد بيقول ذا بيست كلوب ان ذا يونيفرس، احسن نادي في العالم، ده احمد. جلوري اهلي، يعني احمد باشا بيقول المكسب او الفوز يا اهلي. ذا ثيرد ان رو برضو، ده محمد احمد، الثالثه يعني في الطريق. رانيا 74 بتقول دو وي تراست يو اول ذا سبورت، يعني احنا بنثق فيك. مرعي بيقول فايت فور ذا 11th، حارب عشان البطوله ال11. مين تاني معلش؟ عمر بيقول فايت فور اور جلوري فور اور دريم، حارب علشان حلمنا. توكا النجار بتقول ال11 من اجل المجد وكتابه التاريخ، يا ابطال فرحتونا بالتسعة وفرحتونا بالعشرة وواثقين في انكم هتفرحونا بال11 يوم 30 مش هزار، افريقيا يا ابطال. دي توكا النجار، دي كانت توكا يعني داخلين في برضو عدد كبيرة ومهولة كالعادة الحقيقة لجمهور النادي الاهلي. اتفضل كريم او احمد بقى، يعني هنتكلم من الاول، تقول لنا التشكيل الاول. تشكيل الوداد اول حاجه. طبعا الوداد كان كل سنه كنا بنلعبهم كانوا بيعانوا من عدم استقرار في المدير الفني، يمكن المره دي عندهم استقرار. وليد الركراكي ماسكهم من اغسطس 2021، كان بيدرب الفتح الرباطي والدحيل القطري، مدرب كويس جدا. تعال نستعرض التشكيل، هم بيلعبوا دايما بطريقه ال 4-1-4-1. اول حاجه طبعا في حراسه المرمى احمد رضا التجناوتي، وده عنده 26 سنه. الاثنين المساكين اشرف داري وامين فرحان، ده بنسبه 99% هيبقى تشكيل الوداد المغربي قدامنا. اشرف داري ده واحد من المدافعين الممتازين جدا في المغرب، ويعتبر اكتر لاعب في البطوله عامل تمريرات طوليه صحيحه، اللي هو اشرف داري اللي هو المساك اللي ناحيه اليمين، عامل 57 تمريره طوليه. المساك اللي على الشمال امين فرحان، وده انا بعتبره واحد من نقاط الضعف عندهم شويه، اشرف داري هو اللي شايله. نيجي للباك رايت ايوب العملود، والباك ليفت يحيى عطيه الله، وده باك ممتاز جدا هجوميا، اكتر باك بيعمل عرضيات صحيحه، اكتر لاعب صانع فرص في فرقه الوداد، صانع 11 فرصه وعنده 2 اسيست، ولكن هو على المستوى الدفاعي نقطه دفاعيه، اذا يعني عنده ثغره دفاعيه. اذا الجبهه اليسرى تلاحظ ان احنا اتكلمنا ان هي هنبدا نتكلم في الثغرات الدفاعيه عندهم. الجبهه اليمين عندهم قويه جدا، تحديدا اشرف داري اللي انا بشوف، طبعا هنتكلم على يحيى جبران اللي هو بيلعب قدامهم. يحيى جبران اكتر لاعب عامل تمريرات في فرقه الوداد، واشرف داري، اذا ده بياكد لك ان تحضير الهجمه دايما من عند اشرف داري ومن عند يحيى جبران. فلازم بيتسو موسيماني اعتقد ان هو هيكون بيفكر في الضغط، ممكن ان انا اضغط على الاثنين دول واسيب الكوره تروح لامين فرحان دايما. ليه؟ لان احنا بنشوف ان يحيى جبران دايما بينزل ما بين الاثنين المساكين في تحضير الهجمه عشان ينزل يستلم لتحت دايما. تمام؟ بينزل دايما يستلم لتحت عشان يحضر الهجمه. يحيى جبران واحد من اللعيبه اللي اتكلمنا عليهم اللي هو الممتازين جدا، اللي هو بيمثل الأربعة اللي هو قدام الأربعة المدافعين. نيجي للاثنين اللي قدامه، عندك جلال الدودي، وجلال الدودي ده رقم 15، متخصص الضربات الثابتة، لعيب خبرة عنده 33 سنة، أو بديله رضا الجعدي. رضا الجعدي لعيب مهاري، لعيب حريف اللي هو رقم 19،
ده او ده، ده يمكن اللي لسه ممكن يعني بنسبه 50-50، يا اما جلال الدودي يا اما رضا الجعدي. اما اللعيب الخطير جدا جدا واهم لعيب حاليا في الوداد وهو ايمن الحسوني. ايمن الحسوني واحد من اللعيبه الممتازه جدا اللي بتحب دايما بيكمل لقدام كصانع العاب، ولعيب ممتاز كورته حلوه، اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه، قوي جدا بدنيا، بيكمل جوه ال 18، بيصنع اسيستات، بيكمل وبيجيب اهداف. ناحيه اليمين المتالق واللي تابعته في ماتش امبارح بديع اوك اللي بدا يستعيد جزء كبير جدا من مستواه رقم 17. ناحيه الشمال واللي خلاص عاد للتدريبات امبارح او اول امبارح في تدريبات نادي الوداد زهير المترجي رقم 7، لعيب كويس جدا وهيفرق معاهم. يبقى بديع اوك ناحيه اليمين وزهير المترجي ناحيه الشمال، وقدام جاي مابينزا المهاجم اللي هو من جمهوريه الكونغو اللي مسجل 3 اهداف. طبعا البديل بتاعه تسومو هو نفس البروفايل بتاع مابينزا، يعني الاثنين هم اتكلمنا اهم حاجه على تحضير الهجمه في اشرف داري ويحيى جبران. ايمن الحسوني بيكمل جوه، الارتكاز الثاني اللي جنب يحيى جبران هو اللي بيرجع، عشان كده بعض الناس ممكن تقول لك ده بيلعبوا 4-2-3-1، لا هو 4-1-4-1، بس الارتكاز المساند بيرجع يغطي مع يحيى جبران، وايمن الحسوني هو اللي بيكمل عشان الطريقه تتحول ل 4-4-4-2-3-1 من 4-1-4-1. قدامنا التشكيل على الشاشه اهو، عاملينه كمان جرافيك عشان الناس تحفظ معانا اسماء لعيبه الوداد. احمد رضا التجناوتي، اشرف داري وامين فرحان، ايوب العملود ويحيى عطيه الله اثنين ظاهرين، يحيى جبران، الاربعه اللي قدام جلال الدودي او رضا الجعدي، ايمن الحسوني، على اليمين بديع اوك، وعلى الشمال زهير المترجي، وقدام جاي مابينزا المهاجم الخطير جدا. تعال ناكد الكلام ده ونشوف طريقه اللعب بتاعتهم. ادي طريقه اللعب بتاعت الوداد الأربعة واحد أربعة واحد قدام بترو أتلتيكو. نبص ماتش الذهاب. ماتش الذهاب. بص صح، لأنه بيختلف. بس هم بيختلف، بس بيختلف في أسلوب الضغط مش في طريقة اللعب. هم دايما ثابتين بالأربعة واحد أربعة واحد، دايما يحيى جبران أهو قدام الأربعة، وأدي أيمن الحسوني، وأدي جلال الدودي، وأدي بديع أوك ناحية اليمين. ده هيموت ده لعيب صغير كان بيلعب نتيجة الإصابات الموجودة، لكن طبعا هو اكيد هيبدا بالخبرات جلال الدودي او رضا الجعدي. ادي ال 4-1-4-1، قيس المسافه كده ما بين، عايزين نقيس المسافه ما بين الدفاع وما بين المهاجم، هتلاقي ان المسافه كومباكت، دايما هم مقفلين المساحات، عملوا جيم كبير جدا. بص المسافه ما بين اقرب لاعب واصغر، اول لاعب واخر لاعب، هتلاقيها في حوالي 25، حوالي يعني 29-28، بتتكلم مسافه صغيره جدا، الخطوط دايما متقاربه. بديع اوك بيرتد دفاعيا مع ايوب العملود، المترجي بمرتد دفاعيا مع يحيى عطيه الله، ما بينزا حتى راجع. هم بيستخدموا كريم سياسه الضغط في وسط الملعب. نعم. يعني كمل بقيه الصور، برضو في حالات ثانيه هتلاقي 4-1-4-1. قبل بس ما نروح بقى للفكره دي يا كابتن اسلام والحالات اللي ثابت جايبها معانا، هرجع تاني لطريقه اللعب والبورد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لو ممكن بس نمسح تاني التشكيل نرجع معلش، نرجع بقى نجيب الملعب. فريق بترو اتلتيكو كان في الصوره اللي جابها ثابت، كان مغلوب في ارض ابتسام 3-1، والوداد في ماتش انجولا اعتمد بشكل كبير على ان هو يعمل زون ديفنس ويلعب على المرتدات اللي فعلا بترو اتلتيكو. ساعتها كان الكسندر سانتوس المدير الفني لبترو اتلتيكو كان نازل فتح الجيم جدا، وتكبد فعلا اخطاء كتيره من لعيبته. ماتش العوده بالنسبه لي هو اللي كان مقياس، هو الموديل اللي تقدر تلعب بيه بالزبط. هو ده الموديل اللي تقدر تاخده ونعرف كمان اللي أو حصل تنظر ليه. ونعرف كمان ماتش الذهاب اللي حصل ده كان امر استثنائي ولا امر عادي. لو امر عادي يبقى كان لازم على الوداد انه يكرر حجم الهجمات اللي عملها على بترو اتلتيكو في انجولا، وكمان يبقى الشكل او النتيجه تكرار للفوز. بس هنا يا كريم الناس بتقول لك ان النتيجه في المباراه الاولى، ايوه، هل هي لا تؤثر على الفريقين في المباراة الثانية؟ لا، بس بترو اتلتيكو كان بيلعب بنفس الطريقة، بس في المرة الثانية كان أكثر تركيزا وأكثر حرصا في الدفاع. فمكسب ماتش المركب الخامس، الماتش العودة ما بين بترو اتلتيكو والوداد، هو كان بيتلعب في المركب الخامس؟ نعم. ماشي. نزل الكسندر سانتوس بال 4-2-3-1، ولكن عمل تغييرة بسيطة جدا، خلى الاثنين الوينجات بتوعه يستريتشوا اكتر على الخط عن مكان الفريق بيعمل في ماتش الذهاب. ثابت وهو لما جاب الصوره كان واضح جدا ان لعيبه الوداد مقربين جدا جدا من بعض وقافلين كل زوايا التمرير. ابسط حاجه في كتاب الكوره يقول لك عشان تبدا
تكسر او تطلع مساحات ما بين فريق بيلعب باربعه في الخلف وكومباكت جدا، انك ايه تعمل استريتشنج للملعب، تمط الملعب لغايه الخطين بحيث تجبر الاثنين الفول باكس يحيى عطا الله وايوب علمود ان هم يبعدوا عن الاثنين المساكين. لو ممكن يا سيد بس ترسم لي الاربعه واحد بي مثلا بالاو بتاعت الوداد عشان برضه تبقى واضحه للساده المشاهدين كان الملعب عامل ازاي في ماتش العوده. وكويس جدا ان ثابت رسم فعلا الاربعه واحد اربعه واحد، معظمهم كانوا في نص ملعبهم ما بيضغطوش على فريق بيترو اتلتيكو. اللي حصل ببساطه يا كابتن اسلام ان فرقه بيترو اتلتيكو بدات تسترتش الملعب وبدات المساحات تتفرغ للبلاي ميكر ما بين الفول باك على اليمين والفول باك اللي على الشمال. وهدي هنا مثلا بسيط جدا، يحيى عطا الله في الشوط الاول خد انذار بسبب ايه؟ بسبب ان هو لقى نفسه وحيد جدا جدا في الكرات الثنائيه كتير. الشوط الثاني فيكتور جوميز طبعا كان هو الحكم، هو طبعا اللي هيحكم مباراه الفاينل واحنا مبسوطين جدا بفيكتور جوميز. غلط خطا فادح في ماتش الاياب قدام بيترو اتلتيكو لما كان مفروض يحيى ياخد الانذار الثاني في كوره تعمد فيها واضحه جدا ان هو يلعب الكوره بايده، لكن دي كانت برده كوره ثنائيه واحد على واحد. كان عنده ازمه كبيره جدا، ايه هي؟ ان تم الفصل تماما ما بينه وبين المساك اللي جنبه، وتم الفصل كمان ما بينه وما بين الجناح اللي قدام. طيب سانتوس برضو عمل ايه؟ لو الناس اتفرجت على الشوط الاول في ماتش العوده ما بين بيترو اتلتيكو والوداد، اعتمد انه ياخد اخطاء كتيره جدا حوالين منطقه جزاء نادي الوداد سواء من اليمين للشمال. لك ان تتخيل يا كابتن اسلام ان عدد الضربات الثابته اللي خدها فريق بيترو اتلتيكو على مشارف منطقه نادي الوداد خلال ال 90 دقيقه 18 كره ثابته. Yeah. 18 كره ثابته خدها على مشارف منطقه الجزاء. وحتى الشوط الاول اخر كوره في الدقيقه 47 بيترو اتلتيكو نتيجه 1-1 بيترو اتلتيكو يجيب الكوره دي جون جوه ال 6 ياردات، يجيبها جون يخش الشوط الثاني وهو كسبان 2-1 ويبقى ناقص له هدف وحيد بس. وبالتالي انا شايف ان بيترو اتلتيكو تعامل او سانتوس عمل مباراه ممتازه انه جر الوداد انه يلعب على الخط، وكان واضح كمان ان لياقته البدنيه عندها مشكله. وهنا برضو عايز اقول اسم مهم قوي قوي عامل ازمه عند الوداد وهو وليد الكارتي. وليد الكارتي منذ رحيله عن الفريق وانتقاله لنادي بيراميدز اكبر خط وسط نادي الوداد زي ما ثابت قال بيعتمد بشكل كبير قوي قوي على مركز 10، ويحيى جبران بقى مجبر ان هو يلعب مركز 6 كتير رغم ان هو لعيب يعني ربما بيلعب دور 8 اكتر من دور 6. وبالتالي خط وسط نادي الوداد في وجهه نظري قدام لعب كتير وجري كتير هيفقدوا الكثير من لياقتهم البدنيه. المهم ان احنا نحط الكوره في الملعب، يعني اللعب ما يرتاحش. بنتكلم مثلا زمن الهجمه كل ما هنطوله انا في وجهه نظري رغم ان المباراه في ملعب الوداد، رغم ان المباراه وسط جماهير الوداد، لياقه لعيبه الوداد ما بتستحملش طول زمن الهجمه. وهنا هجيب رقم برضو من يعني طول زمن الهجمه. معلش يعني نشرح دلوقتي مثلا انا والكره معايا لازم ما اسرعش من انهاء الهجمه بتاعتي. دي مش مباراه اياب، دي مباراه فاينل مباراه واحده. اوكي فانا عايز العب المباراه كانها ماتش في القاهره خلاص خسران 1-0 كمان. لا انا بلعب الاستحواذ معايا وبطول زمن الهجمه بتاعتي. الكوره طول ما هي يا كابتن اسلام خلي بالك كوره كل ما هي في الملعب وكمان انا بتعمد ان انا اوديها للطرف للخط واروح مرجعها وطالع تاني بيها على الارض وعامل في كل هجمه لا يقل من 20-30 تمريره. الامر ده لو النادي الاهلي فضل يلعب بيه كتير في الشوط الاول نادي الوداد هيستنفذ كتير جدا 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 من لياقته البدنيه. وضعا في الاعتبار حاجه ان الوداد مطالب زينا ان هو يهاجم لان انت اصلا مش محقق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب زي ما عملت مع بيترو اتلتيكو في انجولا، فانت رايح مستريح ان بيترو اتلتيكو عايز 3 اهداف، انت كنت بتلعب وانت مرتاح. ما هو ده اللي انا بقولك عليه بالظبط. فهي الفكره حته ايه؟ كل العوامل دي لما بتتجمع مع بعض لعيبه الوداد بيبداوا ينسوا ويبداوا ما يركزوش. النجاح اللي هم عملوه في انجولا كان نجاح استثنائي، ما كانش نجاح معتاد. ليه؟ لان بيترو اتلتيكو كان هو اللي غلطان انه ما ركزش في الدفاع وفتح وهاجم بشكل زايد على اللزوم. فانا في وجهه نظري
ماتش بيتر اتلتيكو واكيد شديد المباراه اكيد مع الجهاز الفني ومع محللين الاداء، مهم قوي قوي ان احنا نبص على الاسترتش اللي اتعمل لبيتر اتلتيكو وفتحوا بيه خطوط فريق الوداد طوال ال 90 دقيقه. وكلنا بصراحه اللي اتفرجوا على الماتش اكدوا ان بيتر اتلتيكو كان هو الفريق الاحسن وكان هو يستحق الانتصار. تكمله لكلامك يا كريم، تعالى هوريك ميزه في وسط الملعب بتاع الوداد ونقطه ضعف في فريق الوداد. تعال نشوف الميزه. هم دايما بيستخدموا وليد الركراكي بيستخدم دايما اسلوب الضغط في وسط الملعب. اوكي، دايما بيضغط، بيعمل الكماشه في وسط الملعب، بيحاولوا يقطعوا الكره في وسط الملعب وبعدين يعملوا تحولات سريعه من الدفاع للهجوم. نعم، بص ادي هدف من بيترو اتلتيكو، هنا قطعها اللاعب في وسط الملعب اهو، ضغطوا عليه كلهم وعمل مرتده. اذا ده بيبين لك ميزه هنا الضغط في وسط الملعب باكتر من لاعب، لانه بيعمل ثلاثه، عنده ثلاثه ارتكاز وعنده تحول بسرعه. هنا الكره دي جت هدف من يحيى جبران، بس بص العدد واحد، يعني حوالي سبع لعيبه، بتتكلم من سبع لعيبه. الكره كانت في وسط الملعب، الكره كانت، اذا ضغط في وسط الملعب ميزه. الضغط في وسط الملعب، اذا انت لازم يكون لعيبه وسط الملعب بتاعتك جاهزه وفت 100% ولازم يكونوا في حالتهم ولازم يكون في سرعه. صحيح. سرعه في نقل اللعبه واستحواذ. ليه؟ ادي هدف ثاني يا كريم اهو. ادي الضغط فين؟ في وسط الملعب من اثنين لعيبه، والكوره بتتحول من الدفاع للهجوم بسرعه. هتلاقي اثنين لعيبه راحوا عملوا 1 2 اللي هو زهير المترجي ومابينزا، عملوا ال 1 2 ما بينهم وجابوها جول. اذا لو انت في وسط الملعب ما ركزتش، سواء ديانج سواء السوليه سواء اي اسم، يعني في وسط الملعب لو ما ركزتش في وسط الملعب في التمريره، مش عايزين سرحان، عايزين تركيز، عايزين تمرير، عايزين استحواذ، عايزين ثقه، عايزين هدوء. كل الحاجات دي مهمه جدا، خاصه قدام وسط الملعب بتاع الوداد اللي هو ممتاز في الضغط. لكن ال 4 1 4 1 بتعمل له مشاكل، تعالى افرجك عليها في الزون 14. بص يا كريم، ده اللي انا بقول لك عليه بقى. ده برضو الصوره من ماتش الذهاب. بص ماتش، لا ده ماتش بقى في مرحله دور المجموعات، لما كانوا الاثنين مع بعض في دور المجموعات. بص المساحه الموجوده في يحيى جبران، دايما بيبقى لوحده. بس معلش يا ثابت، ده ماتش في انجولا ولا في انجولا؟ في انجولا. بس ده انت بتتكلم ان انت الزون 14، بص منطقه اللي هي اللي في ورا يحيى جبران، انت هنا لازم اعتقد ان التفكير مشكله انصاف المساحات، الهاف سبيس. دايما الوداد المغربي مشكلته، انا بحلله على طول، مشكلته في الهاف سبيس، المساحات اللي هي ما بين الخطوط، اللي هي سواء في الزون 14 او بين الخطوط. يعني هي المفروض ان الماتشات اللي هتلعب في انجولا وبالتالي او في ارض الخصم او في ارض المنافس، العقليه مختلفه، لازم تبقى العقليه مختلفه. يعني لازم تبقى بس دي نهائيات. طب اكمل بس دي نقطه مهمه. لا لا دي هات الحاله اللي بعدها. اسمع دي كابتن، دي عايز اقول لك ماشي، بس دي نهايات يا كابتن اسلام، كمل. صح، دي نهايات. يعني ده اعتقد ان المدرب هيضيق المساحات. هات بس الصوره اللي بعدها. ماشي. نفس المشكله هوريها لك في ملعب محمد الخامس. هو احمد حافظ عايز يقول حاجه فهيقولها. ماشي، لا اتفضل يا كابتن. لا لا قول خلاص، مش عايز اقول حاجه. ده دي مشكله الزون 14 اهي. ادي انصاف المساحات اهي، الهاف سبيس شايف، ادي المساحه ما بين المساك والباك، ده برضه في ملعب انجولا. دي انجولا كمل، ودي برضه هنا المساك اتقدم عشان يضغط والمساحه فضت في ظهره. فانت هنا طول ما انت اللاعب بتاعتك، الاجنحه بتاعتك بتخش لجوه وبتستلم في انصاف المساحات، انت هتعمل لهم مشاكل كبيره ان شاء الله في الحته دي. تمام، هوريك بقى حته محمد الخامس. كمل الصوره اللي بعدها. الميزه قبل بس ما تكمل هنا، الميزه في الستوبرز بتوع الوداد ان هم مش بطاء. صح صح. يعني صح. معظم الفرق اللي كان بيلعبها النادي الاهلي في المكان ده كانت المشكله بتبقى في الاثنين الاستوبر، بيبقوا دايما عندهم مشكله في الترن، في اي حاجه، في البطء عموما. لكن انا بشوف ان الاثنين دول من افضل الاثنين الاستوبر اللي موجودين في الـ في الـ في البطوله. بس يعني واحسن بطوله رجاء، بالذات اشرف داري. احسن بطوله رجاء اشرف داري تحديدا. اشرف داري لعيب كويس قوي. كم ادي الصوره، لا هات اللي هي مشاكل انصاف المساحات، في صوره في الاخر اللي هي في محمد الخامس، هتلاقي هنا في مشاكل التسديدات. ثانيه واحده اهي، بص ده ملعب الوداد اهو في المباراه. بص بقى، هو دي مشكلتين عند الوداد هنا، ده في الماتش بتاع في الماتش الاخير. معلش برضو هنا، لا هات معلش، ارجع الصوره اللي قبلها معلش، مهم قوي. ده ملعب محمد الخامس اهو. ارجع الصوره قبلها كده، انت هنا بتقول ان المديرين بيعملوا اثنين استريتش. الاستريتش للملعب. ايوه، ده الجناح. بص يا كابتن اسلام، الجناح بتاع فريق بيترو اتلتيكو واقف، يعني سبحان الله، واقف جنب اللاين مان، موقفه جنب اللاين مان. وبالتالي هنا هنلاقي ان الوداد كان مجبر ان هو يرجع الجناح بتاعه عشان يعمل ما يشبه مثلا لو رسمنا اللاين ده. عايز اقول لك حاجه، اتفضل يا كابتن اسلام. انا بشوف ان ده بالنسبه للباك اسهل. نعم، بالنسبه للباك. أيوه. اسهل في الباك الدفاعي ولا الهجومي؟ الدفاع. الدفاع بس حتى لو قدامي اتنين، بص فضل. طول ما الاتنين قدام عينك. انا يعني بشوفها كده،
الاثنين لما يبقوا قدام عينك افضل ما يبقى حد جوه وبيهرب منك. يعني اللي هو يحيى عطية الله، حضرتك قصدك على يحيى عطية الله اللي هو الظهير ايسر الوداد المغربي، الظهير الايسر. انا مش بتكلم على كده، بتكلم على ان فريق بترو اتلتيكو كان فاتح، لو الاهلي فتح كده فانا بالنسبه لي كباك يمين او شمال، لما الاقي الاثنين لعيبه قدام عيني كده، حتى لو فتح في الاخر مش هتفرق معايا، خليه انا شايفه. حتى يعني انا كباك ببقى عامل ازاي، انا كباك كره وهي جايه لي، لو الكره جايه من الناحيه الثانيه ببقى باص كده، بس عينيا بتبقى لمحه اللي هنا، انا شايف حتى لو بعيد. نعم، وجهه النظر بتاعتي انا ان هو لو قريب هيبقى اخطر. لو قريب هيبقى اخطر، لانه ممكن يسرقني من جوه، ممكن يسرقني من بره، لكن البعيد ده خليه واقف بعيد. الا اذا كان هو عامل كمين للعيب تاني 100%. هي دي بقى، هو دي خبره، هي دي الفكره. ما هي دي بقى الفكره، اذا الا اذا هو كان عامل كمين للاعب تاني يخش في المساحه دي. وعشان كده بص ده احمد، هتلاقي دايما ان الفريق بيدريكو المدير الفني دايما كان بيديهم واحد يخش يزعج جوه الظهير. ما هو ده قصدي عليه، ده اللي قصدي ان هم عندهم هو ده اللي عملوا الصوره اللي قبل دي، ده هو الواحد اللي قطع من دايماً بره جوه. دايما بص كمل الهدف بقى، ده يحيى جبران لوحده وكريم في وسط الملعب، فان هم عندهم مشكله في انصاف المساحات ما بين المساك والباك والتحرك ما بين الخطوط. بص الباك، بص الجناح بتاع بيترو اتلتيكو لما استلم كمل العب الفيديو، هتلاقي لما دخل جوه شاط. بص بص المساحه للشوط هنا بقى الصوره دي مهمه قوي قوي قوي، دي بتبين لك نقطه ضعف الوداد في حاجتين من وجهه نظري. اول حاجه انصاف المساحات والزون 14، والحاجه الثانيه نقطه الضعف في حراسه المرمى من وجهه نظري. معاك حق، لا متفق معاك. التسديدات من بره المنطقه السلاح مهم جدا للنادي الاهلي. متفق معاك. يعني انتوا عايزين تقولوا دلوقتي حارس المرمى فعلا مشكله، فريق قوي، فريق طبعا جيد، فريق قوي جدا، كل فريق في العالم. احنا عملنا هنا نقاط النادي قوة. الاهلي نقاط نقاط الضعف بتاعت بايرن ميونخ. فبالتالي ده اللي اقصده، ايه ان كل فريق في العالم عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. صح، فالصوره دي بتبين لك برضو هنا زيزو نفس الفكره. صح، فاكر جون زيزو في الوداد. أيوة صح. أيوة صح. برضو في المنطقه انصاف المساحات والتسديد، فالمشكلتين واضحين. صح، في الصوره دي انصاف المساحات لازم اللعيبه في الفتره دي تتمرن على ضربات الجزاء، لان المباراه قد تصل الى ركلات الترجيح. طب الحاجه الثانيه لازم التسديدات من بره المنطقه. بص دي كره جت جون في الماتش الاخير من هنا اتلعبت ودخلت جون، عدت وفلتت من الحارس. الحارس حارس خبره على فكره، التجناوتي بيقدم بطوله كويسه، ولكن انا شايف ان هو عنده مشكله في التسديدات، لان انا متابعه من زمان، فعارف ان هو عنده مشكله في التسديدات. لكن نروح برضه يا ثابت نتكلم على نقاط قوه. طب احنا قدامنا خمس دقائق بالظبط، سريعا نقاط قوه. واحده من نقاط القوه في نادي الوداد يا كابتن اسلام العرضيات، العرضيات لنادي الوداد طوال دوري ابطال افريقيا، ده ما يشتهر بيه كل شمال افريقيا بالظبط. الكرات العرضيه والكرات الباس عندهم كويسين، يحيى عطيه الله وايوب العملوط. يحيى عطيه الله وعلمود بصراحه الاثنين ممتازين جدا في الكرات بتاعت يحيى. بسم الله ما شاء الله، ممتاز. بيلعب كل الضربات الركنيه والثابته ممتازه، وايه لمسه قويه جدا. يعني ايه واحد ممكن والله يعمل والله، يعني كان نفسي فعلا ياخد الانذار الثاني ويطرد والله بجد، كانت هتفرق كتير والله. الامانه كلها تفرق، لانه تفرق جدا معاك. الاوفر اللي بيعمله، انا بقول لك يعني الاوفر اللي بيتعمل ده من يحيى عطيه الله، يحيى اوفر لو يعني اللمسه فيه بجول. صح، لو تحط راسك يعني. بس صح صح، حط راسك بس. ومبنزا فعلا، رغم ان انا بشوف ساعات مبنزا فعلا لعيب مهاجم هجام، ويعني ما عندوش مهارات اساسيه لكره القدم، هو عايز كده بس. لكن بالظبط العرضيات اللي بتاعت نادي الوداد فادته كتير قوي قوي السنه دي، وكمان الضربات الركنيه اللي كان منها هدف التعادل، اللي ممكن برده ثابت يشرح لنا بسرعه في الدقيقه. تعالى الضربات الركنيه. على فكره الوداد معايا احصائيه بتقول ان هو مسجل 20 هدف في 10 ماتشات. اوكي، منهم اربع ضربات ركنيه وثلاث ضربات ثابته واثنين ضربه جزاء، لما تجمعهم تلاقي تسع اهداف من ال 20 ضربات ثابته. اذا مهم جدا 45%. الضربات ركنيه الوداد نص خطورته في الضربات الركنيه. صحيح. تعالى بص اتفرج على الضربه الركنيه. الضربات الركنيه الضربات الركنيه، بص ده المدافع امين فرحان واقف ورا اهو، مش ممسوك قدام بيترو اتلتيكو، واقف فاضي. بعد كده هيتحرك على القريبه. اذا لازم بيتسو موسيماني في الفتره دي، اعتقد ان هو بيعمل محاضرات عن الضربات طبعا الركنيه. مهم جدا اسلوب التكتيك هنا الدفاعي. بص اهداف انت عمال بتزيع في اهداف كتيره. بص هي عندهم لعبتين، يا اما المدافع بيبقى واقف لورا وبيتقدم، يا اما بتتلعب على قوس او دايره منطقه الجزاء في العمق. بص هنا ابو جبل هدف الوداد في الزمالك. أيه. ابو جبل طلع غلط، اتلعبت على طول، مفيش مجال للهزار في الضربات الركنيه. صحيح.
مهم جدا الضربات الركنيه ودايما عيننا مع اللاعب اللي بيروح يقف عند نقطه الجزاء او عند الخط. بص الضربات الركنيه ارجع كده ارجع ثانيه واحده ارجع للعبه اللي قبلها بس الضربه الركنيه اللي قبلها برده هتلاقي كل الضربات اهي اتلعبت فين عند النص في العمق عند دايره منطقه الجزاء اللي هي اللعبه اللي بتلعب منها الدايره بتاعه منطقه الجزاء نفس الفكره. فانت هنا مهم جدا التركيز في الضربات الركنيه صحيح. ازاي بيتسو موسيماني هيتعامل مع الضربات الركنيه بتاعه الوداد لان هم هيحاولوا يخطفوا هدف بدري ويستحقوا ويستغلوا الحماس الجماهيري الموجود ويحاولوا ان هم يجيبوا جون من ضربه ركنيه ويقفلوا صحيح. ده خلي بالك اللي انت بتتكلم فيه ده طريقه اللعب اللي انت بتتكلم فيه ده يعني تتناسب تماما مع الحماس الجماهيري طبعا يعني اللي هو ايه كره تلعب واضرب ودماغك وجون والله فعلا عشان كده كنت كلمت من اسبوعين مع حضرتك هنا على ايه على الكور اللي هي الناس اللي بتلم الكوره من بره في الملعب الناس دي مهم جدا ان لازم تكون محايده ما يكون احنا هننتظر الاتحاد الافريقي هيقول ايه لانه خلاص بكره او بعده بالكثير يجب ان يظهر كل ما سيحدث في هذه المباراه الاهمه جدا اهم مباراه في القاره الافريقيه هذا الموسم بعد امم افريقيا هي المباراه والعالم كله هيتفرج عليها العالم كله هيتفرج عليك خلاص كم الهاشتاجز اللي طلع باللغه الانجليزيه بصراحه وتفاعل العالم كله جمهور الاهلي عظيم هيخلي عظيم. بصراحه الناس يعني اعتقد ان العالم كله هيتفرج يوم 28 على فاينل ليفربول وريال مدريد ويوم 30 العالم كله هيتفرج على فاينل الاهلي والوداد معانا بس مقارنه ما بين رقميه بقى اخيره مقارنه ما بين بيرسي تاو وما بين زي المهاجم هنا والمهاجم هنا يا ريت لو نستعرضها عشان مقارنه مهمه جدا بيرسي تاو ارقامه ممتازه بص الناس يعني قدامنا الارقام اهو بيرسي تاو لعب 9 مشاركات ما بين زي لعب 10 الاثنين مسجلين 3 اهداف بالتساوي بيرسي تاو لعب اقل صناعه الاهداف بيرسي تاو صانع 5 اكتر لاعب صانع اهداف ما بين زي صنع جون واحد بس مش بتاعته بامانه مش بتاعته بنز لا طبعا. يعني بنزيما مش لا هو كستايل بروفايل مهاجم نجيبها بس هنا هو كبروفايل هو مهاجم محطه لكن بيرسي تاو مهاجم ايه وهمي بينزل بص صناعه الفرص يا كريم 15 مقابل 6 طبيعي. محاولات على المرمى بقى هتلاقي استقبال ماشي ما هو بس تعالى هوريك حاجه مهمه جدا بيرسي تاو 20 محاوله مقابل ما بينزا 26 صح تعالى شوف الصحيحه كام بيرسي تاو من 20 محاوله 10 يعني نسبه نجاحه 50% الفينش بتاعه كويس رغم ان الانتقادات اللي بيتعرض ليها الا ان الفينش بتاعه افضل من ما بينزا 9 نسبه دقه محاولاته 34 و6 المراوغات بيرسي تاو احرف 11 مراوغه ما بينزا 5 الالتحامات الهوائيه طبعا ما بينزا بيتفوق لان هو بروفايل لكن بيرسي تاو بيلعب على الارض اهدار الفرص المحققه 4 مقابل بدي نقطه اللي هي الحاجات اللي كان بيمر في فتره عدم توفيق بيرسي تاو ضيع فيها 4 فرص مقابل ما بينزا ضيع فرصه واحده بكده يعني حاولنا نفصص لحضراتكم الفريق الوداد فريق جيد فريق محترم وصل لنهائي افريقيا في السنوات الاخيره كذا مره الحقيقه وبالتالي انت بتلعب واحد من اهم واكبر واقوى الفرق في البطوله الافريقيه كيف سيلعب النادي الاهلي والامور هتمشي ازاي ده بقى اللي هنشوفه مع حضراتكم خلال الفتره القادمه انا بشكركم شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت شكرا كابتن اسلام ان شاء الله نلتقي قريبا ونكون يا رب نكون بعد المباراه مبسوطين ان شاء الله انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير